بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي مشاهدي مصر التعليميه، كل سنه وانتم طيبين بالنسبه طبعا رمضان وحلقه جديده وبرنامجكم مدرسه على الهواء. احبائي طبعا بيشرفنا كالعاده الاستاذ ايمان المصري، معلم اللغه الانجليزيه وزاره التربيه والتعليم. ازيك يا مس ايمان؟ اهلا بحضرتك مستر اخبار محمد. الصيام؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله والدنيا جو حر، جميل. بس طبعا we can do it، يعني مفيش مشاكل. And welcome my dear students, screen viewers watching us now. Hopefully you'll enjoy today's episode and find it useful. And Ramadan Kareem. رمضان كريم. Dear students, today إن شاء الله we are going to continue studying unit 16 أو 17 sorry. نكمل مع بعض 17، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت اتكلمنا فيها على الجزء الخاص بالجرامر كان wishes and regret، والنهاردة هنتكلم على التكست نفسه وعنوان الواحد زي كلكم عارفين شتاينبيك أو ستاينبيك. طبعا الألمان بينطقوا شتاينبيك والإنجليز طبعا تعودتوا على الكلام ده، شفتيه يمكن في القصة بتاعتنا The Prisoner of Zenda، شفنا شخصيات مثل لينجرام وشفنا كرافشتاين أو كرافستاين وهكذا. Anyway الإنجليز بيقولوا ستاينبيك والألمان بيقولوا شتاينبيك، والقصة بتاعتنا The Pearl أو اللؤلؤة. هنشوف طبعا النص بتاعنا أكيد طبعا فيه كم كبير جدا من الكلمات، ركزوا معايا. ونبدأ كالعادة مس إيمان بالجزئية الخاصة باللانجوج فانكشنز، الوظائف اللغوية، وبتتكلم هنا على البرسويشن أو how to persuade somebody to do something، إزاي أقنع شخص يعمل شيء. طيب. يعني حاولي كده تقنع الطلبة يذاكروا، ممكن تقولي تفضلي. يعني ممكن مثلا اقنعك بانك تذاكر، اقول لك I recommend you to study، انا بقترح عليك ان انت او برجح ليك فكرة المذاكرة. ممكن اقول I can persuade you to study better. Why don't you study better than before? Why don't you study harder? ليه ما تحاولش ان انت تذاكر افضل؟ كل دي expressions تساعد ان انا اقنع الشخص. ممكن اقول I think It's better for you to study. برضو أعتقد إن من الأفضل ليك إن أنت تذاكر. كل دي عبارة عن مقترحات أنا بقولها علشان أقدر أقنعك إنك تقوم بالشيء. Yes, great. خليكم طبعا احبائي النهارده احنا هنكون ان شاء الله معاكم على مدار ساعتين، يعني ما حدش طبعا احنا تعودنا على ساعه واحده، لكن لا النهارده ان شاء الله ساعتين، فما حدش يسيب القناه ويتابع معانا النهارده ان شاء الله اللغه الانجليزيه. واكيد طبعا منتظرين اتصالكم على الرقم اللي هيبان قدامكم على الشاشه عشان نشوف كمان استفساراتكم، وخاصه ان احنا طبعا بنقرب واحده واحده كده بالامتحان. اتفقنا؟ تعالوا نشوف كده مع بعض على الشاشه الجزء الخاص بالبرسويشن او الاقناع. عندي بيقول لي يونت 17 as you can see شتاينبيك ذا بيرل. Language functions persuading. Persuade الفعل نفسه بمعنى يقنع، فقلنا persuading أو persuasion الإقناع. طبعا ناخد من خلال practice كده ممارسة أو تمرين معين في narrator 1، شخص بيتكلم بيقول I really think you should. لاحظوا كده المكتوب كده in green باللون الأخضر عندك ده هو أسلوب الإقناع. I really think you should. أنا شايف إنك أنت يجب. يجب إيه بقى؟ لازم مصدر طبعا وكمل. مثلا get more sleep، لازم تنام كويس. You look very tired، شكلك متعب. قلت السبب. أوكي؟ سيب الكلام قدامكم على الشاشة مرة ثانية. I really think you should get more sleep. You look very tired. تعبير I really think you should ده خاص بالإقناع. رد علينا طبعا boy 2 وقال لنا I am tired. I have been working very hard recently. I am tired دي نتيجة لسبب، السبب I have been working very hard recently، كنت بعمل وبجد من فترة قريبة. هتلاحظوا أحبائي كده إن عندي have اللي هي الأبوسترفي VE عشان الجملة الأولى I am tired. طب تخيلوا مثلا I was tired yesterday، كنت متعب بالأمس، تبقى على طول I had been working. يعني مش بس نخلي بالنا انا بتكلم على language function، لكن ممكن كمان كجرامر لو جت جمله زي كده قال لي I am كبريزنت، يبقى على طول الناحيه الثانيه present perfect continuous مضارع تام مستمر I have been working. لكن لو قال لي I was tired او I looked tired على طول I had been working very hard recently. Boy 1 surely the best thing to do is to كذا. لاحظوا طبعا كمان مرة تانية الكلام المكتوب عندي باللون الأخضر ده أسلوب إقناع. Surely the best thing to do is، أفضل شيء تعمله هو إنك تعمل كذا. طبعا to بعد كده مصدر، go to bed earlier نفس الجملة. احنا قلنا في الجملة اللي فاتت to get more sleep، هنا قلنا to go to bed earlier، تروح تنام مبكرا. فالتاني بيقول لي I think you're right. Narrator 2
عند الدور ده بقى جيرل 1 بتقول بليز كام تو، برضه للاقناع مس ايمان ممكن اطلب من شخص بليز كام تو، كام تو ماي فاميلي بارتي ات ذا ويك اند ام شور يو ويل انجوي ات. طبعا بدي سبب للاقناع اكتر، فقلت ايه اي ام شور يو ويل، والناس كلها فاكره في هنا بالنسبه لده مجرد راي، فقلت يو ويل انجوي ات. مره ثانيه الكلام قدامكم احبائي، بليز كام تو ماي فاميلي بارتي at the weekend I'm sure you'll enjoy it. يبقى ممكن استخدم الصيغه دي please come to، طبعا لما يكون في invitation وبحاول اقنع الشخص بالمجيء، وفي نفس الوقت بعمل تاكيد على الكلام ده بقول I'm sure you will enjoy it. قال to I'd like to come but I'd like to come but اود ان اتي، ولكن دايما لما يكون في يعني apology في اعتذار والناس طبعا بتقول بشكل مهذب اللي هو polite apology، فبقول I'd like to أو I would love to، كنت أود ذلك، but I need to ask my parents first. Girl one, why don't you ask your parents to come too؟ طب ما تقولي بقى البابا وماما كمان يشرفونا، why don't you ask your parents to come too؟ Girl two, okay I will. Okay I will. مس إيمان قالت لنا مشكور، قالت لنا why don't you، حتى لو كان ده اقتراح فده برضو زي ما شايفين كده من أساليب الإقناع. Narrator 3 Man 1 Can't I persuade you to، شفتوا بقى بشكل مباشر Can't I persuade you to، ألا أستطيع أن أقنعك بكذا، يعني أنا عايز أقنعك بكذا، فقلت إيه بشكل استفهامي كده، فقلت إيه Can't I بشكل منفي كمان Can't I persuade you to، ولاحظوا كمان persuade somebody to do something، يعني persuade نفعل تأخذ to. Can't I persuade you to stay with the company، تبقى مع الصحبة أو الشلة أو الشركة. Man to قال له No I am sorry I have already found a new job I have already found a new job، طبعا بيتكلم على عذر إن هو ليه هيسيب الشركة. Man one Are you sure you can't، شايفين كمان ده كمان تعبير للإقناع. Are you sure you can't stay to finish this project؟ Man to sorry I am starting next week I am starting next week. فهنا برضو Are you sure you can't، انت متأكد انك يعني ايه ممكن يغير رأيه ويستنى معانا، تمام بحاول اقنعه، لكن واضح ان هو طبعا يعني he made up his mind، فبيقول لي sorry I am starting new work او new work طبعا next week الأسبوع القادم. ليه مسي ما انت بتكري قال لي I am starting، عشان ترى في ترتيب مثلا معين، لأنه already في arrangement للشغل وهي حاجة sure هتتم أكيد هتتم، وفي arrangement أو في إعدادات لها، خلاص هو مضى العقد عمل كل التجهيزات، فبالتالي قلنا I am اللي هو ال present continuous. ولو احنا فاكرين نحن ممكن نستخدم الـ present continuous عشان يعبر عن الـ future tense عن المستقبل، ولكن في حالة اني اكون sure ان الـ action هيتم ده اول حاجة، وكمان لازم معاها ان يكون في arrangements تمت او اعدادات تمت، زي انه مضى الـ contract وخد الميعاد انه ميعاد بداية شغله next week او الاسبوع القادم. yes شفنا كده احبائي طبعا الجزء الخاص بـ language functions، وزي ما اتفقنا ده بيفيدنا كتير قوي في ان احنا مش بس ممكن to communicate with other people تواصل مع الأشخاص، طبعا ده أهم طبعا شيء في اللغة، ولكن كمان في الامتحان هو خاص بالجزئية بتاعة الدايلوج المحادثة. تمام طيب إيه رأيك بقى دلوقتي ناخد النص بتاع الوحدة بتاعتنا، زي ما اتفقنا إن هو بيتكلم عن story of greed قصة خاصة بالطمع. لو somebody's greedy greedy معنى طماع أو جشع، لكن الطمع نفسه greed أو الجشع اللي هو من غير الواي. أوكي نبص على الشاشة كده هنلاقي النص بتاع الريدينج. The Barrel A Story of Greed. Kino A Mexican barrel diver And his wife Joanna Live a happy life Until one morning Their son Coitito حصل إيه بقى؟ بنقول كينو زي ما شايفين الكلام مكتوب بالأزرق ده Barrel diver الفعل نفسه كلمة دايف اللي هو يغوص، فبيرل دايفر اللي هو ممكن نسميه صياد لقالق، غواص بيصطاد اللقالق أو غواص بينزل طبعا في المحيطات أو أماكن وتواجد اللؤلؤ وبيصطاده، فقلنا بيرل دايفر. And his wife Joanna live a happy life. Live a happy life
يعني this a kind of life, a life, حياة سعيدة. Until one morning, ذات صباح, the sun Kaititu is stung by scorpion. Stung by Miss Iman معناها اتقرص في عقرب بي. تم ان هو لدغه او كده. Yes. يعني verb to be تصريف تالي. الاصل الفعل احبائي ده sting, S-T-I-N-G. الماضي والتالت زي بعض, sting, stung, stung. يعني خلي بالنا ما فيهاش sting, stung مثلا بالاي, لا sting, stung, stung. تصريف التاني زي تصريف التالت. يعني لدغه by a scorpion, عقرب. They take him, يعني his parents, father and mother, take him to the local doctor, الدكتور المحلي الموجود في المنطقة بتاعتهم. But the doctor will not treat the boy because the family is too poor to pay. الأسرة كانت فقيرة لدرجة أنها لا تستطيع أن تدفع. The family is too poor to pay. بتدي طبعا معنى النفي أن هي أو their poverty, الفقر بتاعهم يعني فوق الحد لدرجة ان هم ما يقدروش يدفعوا للدكتور. يوانا treats the boy herself. عملت ايه الام؟ عالجت الطفل او ابنها بنفسها. herself هنا ضمير منعكس. That same day, Kino, the father يعني, goes diving. الاب ذهب للصيد وقلنا او للغوص ليصطاد اللؤلؤ, and finds an enormous pearl. Enormous يعني very very big, يعني لؤلؤة ضخمة جدا. Which means he is now a wealthy man. بامتلاكه للؤلؤة أصبح a wealthy man, a rich man. However, when other people hear about the pearl, they play a plan to steal it. أول ما سمعوا الناس طبعا, the bad people, الأشرار, خططوا إن هم يسرقوها. When the doctor hears about Kane's pearl, الناس بقت تتغير. He offers to treat Kotato even though Joanna's treatment has already cured him. الدكتور عرض انه يساعد الولد رغم ان مامته كانت نجحت بالفعل, او managed to treat him, ان هي فعلا تعالجه. طبعا treatment علاج وكلمة cure يعالج. That night someone tries to steal the pearl. بعض الناس حاول يسرق اللؤلؤة. So the next day, Kino goes into town to sell it. الأب قرر يبيع اللؤلؤة. The merchants, التجار, say the pearl is not very valuable. قالوا ليست ذات قيمة أو valueless. Why? Because it is too big. أكيد طبعا هم كانوا, they were telling lies, بيكذبوا. لأن هم أكيد هي يعني إيه, عشان ما يشتروش. بيبخسوا حقها يعني. تمام؟ شايفين كده different reactions مس إيمان, يعني الناس كده على حسب الموقف. لما كانش عايز يعالج بقى عايز يعالج لما في فلوس. أول ما عرفوا طبعا بالتغير اللي حصل في حياته and he became very rich, ابتدى بقى يحصل تغير, عايزين يعالجوا ابنه, بيبتدي يعرضوا خدماتهم. وباللصوص بقى مش بيدور على شغل, لا يسرقوا. بالظبط. طيب بيقول لي طبعا Kino knows this is a trick. كينو كان يعني wise enough, كان حكيم أو عاقل, عرف إن هي a trick. And so he decides to go to another town to sell the pearl. قرر يروح مدينة تانية عشان يبيع اللؤلؤة. يوانا tries to persuade Kino to throw it away. تحاول تقنعه يلقي باللؤلؤة دي زوجته. Throw something away. Throw away. لحظة أحبائي, هذا الفعل طبعا لو أنا حطيت له E بدل الـ O بقى through the past, ولو نفس الكلمة حطت لها إن هتبقى third conjugation, التصريف الثالث. Because she believes it. طب why did she ask him to throw it away? Because she believes it is evil. هي شايفة إن دي شر, يعني مش نعم. أحيانا بيجي شيء في حتى نتخيله خير بيبقى أصلا شر, evil. And fear that, هنا fear ده فعل معنى يخاف, it will destroy the family, إنها تدمر الأسرة. But Kino refuses. He was greedy. كان جشع أو طماع. طبعا رفض إن يسمع نصيحة زوجته. He wants it to pay for his son's education. يمكن عنده عذره. He has his own excuse. He wants the pearl to pay for his son's education. طبعا through pay or selling it, من خلال بيعها. On the way to the other town,
The family are followed. هنا passive. الأسرة، الأسرة بتاعت كينو تم تتبعها، عشان كده verb to be are وتصريف تالت by thieves، عن طريق اللصوص. Who want to steal the pearl. Joanna and Potato hide، استخبوا. In a mountain cave، cave كهف في الجبل. But Potato cries out، الولد طبعا صوت أو صاح. When the thieves hear this noise they fire their guns، fire their guns، أطلقوا النيران أو نيران مسدساتهم. At طبعا fire at، يطلق النيران على. What they think is a wild animal، يعني they thought إن في حيوان متوحش، عشان كده أطلقوا النيران. Kino attacks the thieves but by now it's too late، كان فات الأوان. Kaitato is dead، توفى الولد unfortunately طبعا. Deciding that the pearl is evil، Kano and Anna return to their home، رجعوا البيت بقى أو hometown، المدينة بتاعتهم. And throw it on into the sea، شفنا throw away ودلوقتي throw into، ألقوا باللؤلؤة في البحر مرة تانية. قبل ما نبص على language notes، مس إيمان يا ترى what the moral of such a story، تفتكر إيه الدرس أو المغزى الأخلاقي لمثل هذه القصة؟ هو طبعا the moral could be fighting greed، إن الواحد يحارب الطمع، which is something I could disagree with، يعني بالنسبة للستوري دي ممكن أكون بس بعترض شوية، إنه the bad thing is the behavior of people not the pearl itself، إن الشيء السيء في الستوري دي التصرفات أو السلوكيات بتاعت الناس مش البيرل نفسها. I think يعني كينو exerted an effort و dived in the sea to find a pearl، هو عمل مجهود especially it's a job يعني بالضبط شغلته عمل مجهود لغاية ما وصل لبيرل، وده كانت يعني his god gift وجاية له في وقت مناسب. فكون انه يحصل بقى المواقف اللي حصلت دي وفي الاخر ابنه يموت، I think it's because of the greed of people not because the pearl was evil، يعني فالbehavior بتاع الناس او السلوك بتاع الناس هو اللي دايما يخلي الامور تقول لي شيء سيء يعني. Yes great. طيب وقت ننتقل لجزئية خاصة باللانجوج نوتس بقى، اللي هي الاختلافات بعض الكلمات كده او دراسة في الكلمات. فانا عندي الفيرب نفسه كلمة تل وكلمة سي مثلا. الفرق طبعا لما اقول كلمة سي كنا عارفين اس اي واي الباست بتاعها سيد اس اي اي دي وتصرفت نفس الكلام، لكن كلمة تل تولد تولد تي او ال دي تمام. Say to say is just to utter، انك انت او to mention the same thing، تنطق او تقول نفس الشيء مرة تانية. لو قلت مثلا good morning قلت لصمبر يعني say good morning، هيقول good morning. قلت له مثلا say احمد، he would say احمد، نفس الكلام بالضبط. لكن تل اكيد بيبقى فيها اخبار، يعني ان مثلا زي tell a story يحكي قصة، يقول مثلا once upon a time في يوم الايام كان في كذا، يقول لي مثلا tell a joke، يقول لي مثلا يقول نكتة، فلازم يحكي حكاية معناها صح. Tell the truth، يقول الصدقة ويقول الحقيقة. مثلا كمان tell a lie، يكذب وهكذا تمام. تعال نشوف على الشاشة كده كلمة tell بتستخدم مع ايه. فبيقول لي في language notes تعبيرات مع كلمة tell. Tell a story، tell the difference، لاحظوا tell the difference between two things مثلا، يقول الفرق، يذكر الفرق. Tell the truth، till the time يعني يقول الوقت. till a joke يقول نكتة. till a secret، till a lie، till someone off، till fortune. أكيد طبعا في كلمة فرق بين كلمة fortune وكلمة a fortune. a fortune ثروة، لكن هنا كلمة fortune الحظ يعني اللي بيقوم به الأسترولوجرز. تعبيرات كمان مع كلمة time، لما أقول opening time وقت الافتتاح، والclosing time طبعا وقت إغلاق. في كمان arrival، arrival time، arrival من الverb arrive، arrival time اللي هو وقت الوصول. عكس على طول كلمة departure time، وقت المغادرة departure تمام. زي ما خدنا قبل كده كلمة arrival مثلا launch اللي هي صالة الوصول، وفي departure launch صالة المغادرة. free time بالضبط زي كلمة spare time، free time أو spare time وقت فراغ.
time is up. Time's up يعني انتهى الوقت أو time's over. عندنا كمان يا مس إيمان تفضلي كلمة at times yes. يعني معناها sometimes أحيانا from time to time يعني من وقت للتاني ممكن حد يستخدمها أنه بيعبر عن عاداته فبيقول from time to time time after time يعني وقت بعد وقت أو وقت بيمر بعد الآخر and time again مرات يعني ومرات يعني بالضبط time and time again يعني الحاجة تحصل في مرات ومرات at all times يعني في جميع الأوقات أو always take your time يعني خد وقتك لو إن حد بيعمل حاجة فبقول له take your time in no time يعني في يعتبر ما فيش وقت يعني حد هيعمل حاجة بسرعة أو حاجة ما حصلت بسرعة وقت جدا يعني. لا تستغرق وقت فبنقول in no time once upon a time دي بتبقى بداية بحكي بيها قصة من القصص لو بحكي في أحداث فاتت فبقول once upon a time زي كان يا مكان a matter of time يعني مسألة وقت يعني الحاجة دي هتخلص امتى هنقول it's a matter of time يعني مسألة وقت على قد ما وقتها هياخد هتتم yes great طيب عندنا في كمان جزئية كده يمكن مذكورة برضو في الوحدة بتاعتنا اللي هي ال present participle clause ايه بقى ال present participle clause احنا يمكن خدنا كتير قوي كلمة past participle clause تمام لكن دلوقتي present participle مجموعة من الكلمات دايما بتبقى في شكل الفيرب زائد الاي اي جي او شكل الجيرند اللي هو بيبقى زي اسم الفاعل كده اللي هو بيعمل عمل الفاعل وتستخدم بدل من جمله كامله ازاي بس تكون الجمله دي مبنيه للمعلوم شرط تعال نشوف الامثله ازاي لو قلت مثلا as Sarah was walking to town yesterday she saw two of her friends انا عندي جملتين والفاعل واحد اللي هو Sarah فبقول as هنا احبائي بمعنى while while يعني بينما ساره was walking to town yesterday رايحه المدينه امبارح she saw two of her friends شافت اثنين من صديقتها يعني حدث في الباست كونتينوس ماضي مستمر was walking قطع حدث في الباست سمبل كلمه سو تصريف تاني وهي رايحه المدينه شافت اثنين من اصحابها فانا عايز اختصر الجمله المكتوبه بالاحمر دي كلها احطها بقى في ايه في حاجه كده زي ما اتفقنا present participle هنعمل ايه بقى قلنا شلنا الرابط كلمه as وشلنا ساره تمام وعلى طول شلت verb to be فقلت walking to town yesterday يعني بالظبط كده ماشيه او ذاهبه الى المدينه بالامس ساره قابلت اثنين من صديقاتها فشلنا طبعا حولت الجمله كده لفريز يعني بدل ما هي كانت كلوز جمله مفيده ساره واز ووكن بقت ووكن تو تاون يسترداي ساره واز او سو تو اوف هير سكول فريندز جمله قدامكم فكروا وشوفوا احنا عملنا ايه للمره الثالثه كانت الجزء المكتوب بالاحمر as Sarah was walking to town yesterday كانت جمله مفيده وطبعا اهم حاجه هنا برضو يا مستر محمد ياخدوا بالهم منها انه فكره ان انا بتكلم على نفس السبجكت نفس الفاعل يعني انا شلت هنا ساره من الجمله لان انا الجمله الثانيه فيها ساره برضو فيها ساره yes. وانا بتكلم على نفس الشخص يس yes. اضافه كمان ان احنا لازم تبقى الجمله مبني للمعلوم بالظبط عشان ابدا بالجيرند بالشكل ده اللي هو الفيرب الاصل بتاع الجمله احط له اي ان جي يبقى الكلام بتاعي ان ساره هي كانت رايحه او ماشيه المدينه كانت هي الفاعل فقلنا ذاهبة ده الترجمة العربية الصحيحة يعني ذاهبة إلى السوق ها يعني ده كأنه الحال بتاعها عملت إيه قابلت اثنين من صديقاتها طيب يعني بالضبط كده كل عملناه شلنا الرابط وشلنا الفاعل وخلناه في الجملة الثانية بس يعني شيف الجملة الثانية بقت زي ما هي سارة تمام وشلت كمان فيرب تو بي بدأت بإيه بالفعل زائد الآي إن جي كمان جملة لو قلت مثلا he traveled abroad and left his wife alone in Egypt سافر الخارج وترك زوجته وحيدة في مصر يعني مش بضرب ده بالجملة الأولى تمام كده أنا ممكن أقول traveling abroad he left his wife alone in Egypt عادي جدا أو ممكن أقول بقى سافر الخارج تاركا زوجته وحيدة في مصر فقلت إيه بقى he traveled abroad دي الجملة الأولى زي ما هي leaving his wife alone in Egypt
تاركا leaving. leaving هنا احبائي هي اسم الفاعل الجيرند، يعني ممكن الجمله البريزنت بارتسبل ممكن يجي في جمله في البدايه او الجمله الثانيه، مفيش مشكله. في الحالتين هو فاعل واحد. هي traveled abroad دي جمله. الجمله الثانيه كانت اصلها ايه بقى؟ هي left his wife alone in Egypt، ترك زوجته وحيده في مصر. فقلت ايه؟ ممكن اقول ايه؟ traveling abroad he left his wife alone in Egypt، او he traveled abroad leaving his wife alone in Egypt. يعني مره traveling ومره leaving. لاحظوا لما بحط اي ان جي هرجع الفعل الاصل، وكلمه left ارجعها لاصلها leave اللي هي ال اي اي في اي، وشلت الاي وحطيت ايه؟ اي ان جي. يبقى سافر الخارج تاركا زوجته وحيده في مصر، زي ما شايفين كده. طيب ممكن استخدم عبارات طبعا دي كلها مكان كلمه when او كلمه while او كلمه as، معناها ايه؟ مكان كلمه بينما يعني. تمام. while she was talking to her friend، بينما كانت بتتحدث مع احدى صديقتها، she forgot everything around her، نسيت كل حاجه اللي حواليها طبعا، صدقت بقى. فقلنا ايه؟ شلنا كلمه while she was، while she was قلت بينما كانت، فقلت ايه؟ متحدثه. جبت اسم الفاعل متحدث، الناس كلها عارفه ضم الاول وكسر ما قبل الاخر اسم فاعل. متحدثه مع صديقتها نسيت كل شيء حولها، فاصبحت talking to her friend she forgot everything around. تمام. طيب ممكن كمان استخدم العبارات دي بدلا من عطف جمله اثنين بكلمه and. لو قلت مثلا I opened the envelope، فتحت المظروف، and I found، شايفين الجملة الثانية، and I found a lot of money، لقيت فلوس كتير. فبدل ما أقول كلمة and يعني، فقلت خلاص فاتحا المظروف وجدته، فقلت إيه؟ opening the envelope I found a lot of money. تفتكر بس إيمان ده بيفيدنا في إيه؟ بيفيدنا طبعا في الكتابة، إن إحنا لما بنيجي نعمل writing ده واحد من الحاجات، إن إحنا بنيجي نكتب writing بنعمل تنوع وفرايتي في الستركتشر، ده بيعلي من السكور بتاعنا في الرايتنج في الامتحان. كمان في اسئله التشوز، يعني ممكن جدا يجيب لي في سؤال تشوز فعل يعني فيرب بالاي ان جي في بدايه الجمله وما فيش قبله مثلا ام او از او ار، ما فيش قبله اي شيء تاني. فكتير طلبه تستغرب تقول ايه ده، يعني اكيد ده مش الاختيار السليم. ولكن لما اعرف ستركتشر زي ده بعرف على طول ان ده ممكن يكون متاح ان انا ابتدي sentence ب verb plus ing. هو التنوع structure طبعا لو هنتكلم في نطاق اللغة ده بيكون شيء حلو، بيعرف الحد ان انا عندي شوية advanced level او استخدام عالي للغة. كمان بيختصر حاجات زي ما اتفقنا، انا مش محتاجة conjunction هنا، مش محتاجة اي روابط علشان اربط الجمل، لانه الستراكشر ده مكنني من ان انا اعمل الروابط، مفيش جملتين اصلا، هو فريز وبعد كده جمله، فبالتالي انا مش محتاجه اي كونجنكشنز. فتنوع في الستراكشر. يس جريت. ويبان كمان اللغه، كمان اللغه الانجليزيه كمان لغه ثريه، يعني فيها برضو زي ما عندنا في العربي، يعني ما احنا قلنا كده حتى مترجمنا عربي قلنا مثلا ايه غادر او سافر للخارج تاركا زوجته، بدل ما قلت مثلا هو سافر للخارج وترك زوجته قلت تاركا زوجته في مصر مثلا، فاصبحت نفس القصه بالضبط. الفكره كلها بس ان انا بيبقى عندي جملتين يعني في كلوز، يعني في جمله مفيده يعني gives a meaning، بتدي معنى. فاحنا بنعمل بقى فريز، بنحولها من جمله كلوز لفريز. فريز يعني بتبقى شبه جمله. فبنستخدم طبعا هنا الناس كلها كانت عارفه كتير قوي ان احنا بنستخدم التصريف الثالث دايما بستخدمه ك past participle. يعني قلت مثلا write wrote written مثلا written listen درس مكتوب. طبعا written هنا استخدمت هي المفروض انها تصريف ثالث، استخدمناها ك adjective استخدمها كصفه. اسم المفعول دايما بيبقى اسمه past participle، لكن اسم الفاعل بقى اللي هو البريزنت بارتسبل اللي هو دايما بنتكلم احنا نقول كلمه جيرند بيبقى دايما عندي فعل وفيه اي ان جي. لو لاحظنا دايما ده في فرق بينه وبين الفيربنج، يعني لما اقول مثلا اي ام ريدنج، اي ام ريدنج انا اقرا، اقرا هنا فعل بريزنت بارتسبل ريد وحاطط لها ايه اي ان جي. لكن لو قلت ريدنج از ماي هوبي القراءه هوايتي، ده بالنسبه لي هنا جيرند اسم فاعل، يعني حاجه كده زي الناون كده. تمام. عشان كده دايما نفرق في الحاجه دي. طبعا لما بنيجي نحل احنا في الدرس ده كان موجود عندنا فكره برضه في سنه تانية، يعني
بس يمكن الناس نسيت شوية، فبنفكركم بيه. بيبقى دايما في جملتين والفاعل واحد، وانا بتكلم على الجمل المبنية للمعلوم، لان المجهول ده يبقى صيغة تانية او شكل تاني شوية مختلف. فبيبقى فاعل واحد موجود في الجملة الاولى وهو نفس الفاعل موجود في الجملة التانية. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد جملة من الاتنين بقى وتختصرها، تخليها فريز، تخليها عبارة يعني، يعني بتقلل الجملة. تمام كده؟ زي ما قلنا مثلا هو يكون مثلا تقول he is tall, he is a good مثلا basketball player, هو لاعب مثلا باسكتبول كويس. فبدل ما اقول ايه he is tall قلت ايه being tall, كونه طويلا, being tall he is كذا. اختصرت وصلت، واصبح كمان ده كونكتر، اصبح كمان كرابط. تمام؟ طيب تعال نشوف كده استخدامنا الحكايه دي مكان روابط زي كلمه because او كلمه as او كلمه since، بمعنى لان. هيبقى قدامك على الشاشه بيقول ممكن نستخدم العبارات دي ايضا بدلا من جمله كامله داله على السبب. تكون الجمله بتاعتي بتبدا بكلمه because او كلمه since او كلمه as. because he was very tall he became a basketball player. اشيل كلمه because طبعا، والمفروض اقول هو بقى هو اللي يكون، يعني برضه هو فاعل، فقلت ايه being tall, being بعدها صفه, being tall he became a basketball player. تمام؟ تستخدم ايضا العبارات دي بدلا من جمله صفه تبدا بضمير واصل. ازاي؟ تعال نشوف. لو قلت the boy who cried, الولد sorry who carried a very heavy bag asking me for help, الولد اللي كان شايل a very heavy bag asked me for help, طلب مني مساعده. يبقى على طول هنا ناس تستغرب، هو احنا مش كنا كل مره بنحط carrying دي لما يكون قبلها am او is او are مثلا؟ ده لما يكون verbing. لكن هنا بالنسبه لي بتبقى وصف، بوصف بدلت who carried او who was carrying اللي كان شايل، لان هو فاعل صح، فقلنا carrying, the boy carrying. تمام كده؟ the boy carrying a very heavy bag asked me for help, او carrying a heavy bag او a very heavy bag the boy asked me for help. تلاحظ لازم ما انساش الفاعل the boy. تمام كده؟ فقلت carrying a very heavy bag the boy asked me for help, حاملا حقيبه ثقيله طلب الولد مني، او طلب الولد مني ان ايه ان اساعده، او طلب المساعده. ملحوظه بقى، عشان ابدا جمله اولها اي ان جي يجب يكون الفعل زي ما قلنا في الجملتين واحد، ده اكدنا عليه انا ومس ايمان. I heard the phone ring and I picked it up. الناس اللي متابعه معانا يقولوا الجمله دي ازاي؟ ازاي كلمه the phone وازاي كلمه ring؟ مش انتوا دايما تقولوا لنا ان كلمه phone singular مفرد وبحط الفعل اس يعني the phone rings؟ هنقول لك معلش، هنا بقى استثناء شويه. طالما في كلمه heard اللي هي يسمع، او الفعل hear نفسه يسمع، ده لو جه وبعديه مفعول يبقى لازم يجي مصدر زي ما شايفين كلمه رينج بدون اضافات يعني، او رينجينج فعل فيه اي ان جي. يعني هنا تاني كلمه رينج ليه ما فيهاش اس بعد كلمه فون؟ بسبب كلمه هيرد اللي هي سمعت. اي هيرد ذا فون رينج او اي هيرد ذا فون رينجينج اي ان جي. طب ايه الفرق؟ رينج يبقى سمعت انا رنين التليفون من الاول، لكن لو سمعت جزء من الرنين يبقى فعل فيه اي ان جي. مش بس ده الفعل الوحيد، ممكن كمان كلمه سي مثلا اللي هي الماضي بتاعها سو تصريف ثالث سين فعل يرى. لو قلت اي سو انا شفت، اي سو احمد رن او اي سو احمد رانينج، رغم ان احمد مفرد. تمام؟ يعني المفروض تبقى فيها اس. قال لي لا، افعال زي سي او هير اللي يرى ويسمع بعديها مفعول وبعد كده بيجي مصدر بدون اضافات او فعل اي ان جي. طيب الفعل واحد اللي تحتيه خط كلمه اي في الجملتين، عملنا ايه؟ اختصرنا الجمله الاولى قلنا hearing the phone ring I picked it up. hearing the phone ring سامعا التليفون يدق انا التقط السماعه. طيب هنخش بقى يا مس ايمان على تمارين ونشوف كده احبائنا يا ترى يعني تابعوا الكلام معانا ده ولا لا. الجملة الأولى بتقول she started her career in journalism as a war. عندنا victim, correspondent, hostage and receptionist. طبعا correspondent ده الشخص اللي هو بيبقى مراسل صحفي بيتكلم بيقول ريبورتات أو كده في التلفزيون أو بيبعت تقارير في الجرايد. Yes. فالجورناليزم
طبعا نفهم منها كلمة correspondent. Yes. يبقى كلمة aware correspondent اللي هو المراسل الصحفي في الحرب. Number two, tiredness, loss of appetite and sleeping problems are all classic symptoms of depression. Depression طبعا الإحباط، أو واحد عنده اكتئاب أو إحباط بيبقى ليه symptoms معينة أو أعراض معينة، منها tiredness, loss of appetite، تعب، فقدان الشهية، and sleeping problems، بيواجه مشاكل في النوم. دول كلهم classic symptoms، يعني أعراض معروفة أو متعارف عليها للdepression. سي يس سي depression ليها طبعا معاني تانية. كلمة depression غير اللي حضرتك قلتيه، depression قلنا معناها كساد مثلا، كساد. زي great depression كساد العظيم، depression منخفض مثلا زي الفيوم مثلا، depression منخفض الفيوم، أو القطارة مثلا خفض القطارة and so on. فنخلي بالنا طبعا كلمات زي ما قلنا tiredness جاي من كلمة tired، tiredness اللي هو التعب، ومثل منها كلنا loss of appetite اللي هو فقدان الشهية appetite. تمام. فاختيارنا طبعا كان C. Number 3, hospitals are sometimes spaced to close some departments because of lack of money، بسبب نقص الموارد المائية ونقص المال. يعني ترى farmed ولا formed ولا forced ولا faced؟ طبعا أكيد هي forced، هي مضطرة. Because of lack of money، لأن في عندها مشكلة كبيرة، هي إنه في ضعف في الفلوس أو إنه في نقص في الفلوس، فبالتالي they are forced to close some departments، هم مجبرين إنهم يقفلوا بعض الأقسام فيها. Yes. ده معنى الجملة. تمام. Forced طبعا اللي هي C. Yes. That space didn't say many good things about this film. Critical, site, review and view. The review. الموفي ريفيو اللي هو او الفيلم ريفيو، يعني ان انا بقول رأيي في الموفي، او ان انا بتحدث عن زي ناقد كده الموفي عن طريق ريبورت معين، ممكن يبقى speaking او writing، يعني المقالة النقدية. هنا بالضبط المقالة النقدية بنذكر فيها العيوب review. والمحاسن بتاعة الشيء نفسه. لكن كلمة critical نقدي، critical دي صفة، صفة تمام، فهي ما تنفعش هنا، تنفعش ما ينفعش ابدا. سؤالك لو كنا critic كانت ممكن كريتيك يعني. طبعا دي ممكن نستخدمها. وطبعا انما كلمه ريفيو احبائي مش بس مراجعه، عشان كلمتين هي اللي لخبطوكوا، اي وسي. مس امام بتقول لك كلمه كريتيكال دي ادجكتيف نقدي، وطبعا انا بتكلم على فاعل، صفه دي ما تنفعش معايا. لكن ريفيو هنا مش مراجعه، لا، معناها المقاله النقديه لا تذكر اشياء كثيره كويسه عن الفيلم. نمبر 5، when he failed he left home to escape his father's، طبعا لما رسب، he left home ترك المنزل، to escape his father's what، يا ترى contentment ولا wrath ولا joy ولا pleasure؟ wrath. Yes. طبعا هو هنا كان خايف وكان عايز يسيب البيت لانه بابا كان هينتقده كتير، هيعمل له مشاكل كتير طبعا، هيعلقه. بالظبط. يبقى هرب من الغضب. بالظبط. يبقى كلمة راث اللي هو الغضب، طبعا دي كلمة موجودة في المنهج بتاعنا. أكيد. لكن الثلاثين نفس المعنى، contentment أو joy و pleasure، كلهم معناهم الرضا فرح أو الفرح والسعادة، ما فيش مشكلة. The politician couldn't hide his space for money and power. The politician couldn't hide his greed for money and power. Yes. يعني ما قدرش يخبي طمعه في الفلوس والسلطة. Yeah, agreed for. Greed طبعا noun. أيوة. وهي هنا طبعا noun أو اسم، عكس كلمة greedy هي صفة، فما كانش ينفع ان احنا نستخدمها هنا. Yes. يبقى greed for الطمع أو الجشع لكذا. Number 7, the bee's space came as a complete surprise to عزة، who hadn't noticed it crawl inside her shirt. The bee's sting. أيوة، لدغة. اللدغة بتاعة النحلة طبعا، sting اللي هي أول كلمة A. اللي بالتي يعني معناها القرص أو اللدغة للكائنات اللي زي النحلة مثلا. تمام. النحلة. جات complete surprise، كانت مفاجأة كاملة بالنسبة لعزة، لأن كان طبعا ملاحظتهاش وهي بتزحف كراول بداخل القميص بتاعها. Which is too scary. The floods space hundreds of residents to leave their homes. Protected, forced, invited and allowed.
طبعا فلاد اللي هو الفيضان. Yes. فالفلادز forced hundreds of residents to leave their homes. هم أجبروا أو الفيضان أجبر ناس كتير مئات من الناس residents طبعا المقيمين مقيمين. أيوة. to leave their homes إنهم يسيبوا بيوتهم. Yes. فكلمة forced هي المناسبة. Force somebody to do something. يبقى فورس بمعنى يجبر، دايما بعدها مفعول وبعد كده لازم to زائد مصدر. These space are particularly fine and would make a nice piece or piece of jewelry. طبعا الحاجة اللي بنستخدمها في الجيولري اللي هو المجوهرات أكيد الـ pearls. إحنا خدنا كلمة pearl النهاردة بمعنى اللؤلؤ، و pearls طبعا القالق. فـ these pearls are particularly fine and would make a nice piece of jewelry. Yes. دكتور مجدي يعقوب is an space person in the field of medicine في مجال الطب. طبعا. Influential, impatient, incorrect, inefficient. أكيد أكيد influential person in the field of medicine. Influential معناه شخصية مؤثرة. Yes. في مجال الطب. جاي من طبعا من النون كلمة influence. Influence. آه وممكن تنفع كمان كفيرب معناها تأثير. طبعا ما حدش بيتلخبط كلمة efficient يعني فعال. ولكن هنا الكلمة اللي موجودة ده الأوبوزيت بتاعها، ضفنا لها إن قبلها، فإنفيشنت معناه غير فعال أو غير كف. Yes. The firm tried, or the firm, sorry, the firm, الشركة, tried to create as much space around its product. منتج to increase its sales كي تزيد مبيعاتها. حبت تعمل public ولا publicity ولا publicly ولا publicize. طبعا publicity لانه احنا هنا برضو محتاجين النوم. Yes. The firm tried to create as much publicity. حاولت انها تخلق دعاية كتيرة او شهرة كبيرة حول المنتج. حول البرودكت بتاعها. Yes. فاحنا محتاجين النوم هنا publicity اللي هو بيكون في كلام كتير بخصوص حاجة معينة من الاعلام نتيجة لانه الناس عملت دعاية عن الشيء ده. She worked in space jobs and found it difficult to provide for her family. طبعا طالما difficult to provide for her family يبقى ما ينفعش اقول well paid، يبقى لازم هنستخدم حاجة انها badly paid job. يعني احنا اصلا ما ينفعش كلمة good paid ولا bad paid. ليه؟ طبعا عشان احنا بالنسبة لازم نجيب حال وبعد كده صفة. لكن good صفة و paid هنا هي صفة، ما ينفعش مع بعض. طيب الكلمة good الصفة منها أو الحال منها كلمة well well paid، وبرضو الحال من كلمة bad badly paid يعني ذات راتب قليل، وظيفة مرتبها قليل اللي هو bad salary يعني. يبقى الصاحب بتاعنا badly paid. C 13 we all knew about the film because it had a lot of space publicity. وبعد كده duplicity depository qualifications. طبعا publicity احنا عرفنا دعاية. عن الفيلم كويس لانه it had a lot of publicity، كان برضو حواليه دعاية كتير. Yes. Have you ever been space by a bee؟ طبعا اذا كان have you بعايز تصريف تالت. يبقى have you ever been stung by a bee؟ stung اللي هي S-T-U-N-G اللي هو بي طبعا. Yes. وده تصريف تالت من sting. حد بيسأل حد هل عمرك لدرت قبل كده بواسطة نحلة. We don't need that old paper bag. You can throw it. يلقي أو يرمي. Away. Away. You can throw it away. يعني تقدر تتخلص منها أو ترميها. Yes. We saw a space at the theater today. She is a famous singer. Celebrity. Celebrity. هي إيه؟ اللي هو الشخص الشخص مشهور. Yes. بنقول عليه celebrity. ممكن يبقى فنان، مطرب، ممثل، أحد المشاهير أي عموم. مشهور. Yes. The police spotted the car before the thieves could drive away and the forecast first made had. طبعا forced the car to stop يعني أجبر العربية إنها تقف. Yes. Before the thieves could drive away قبل ما الحرامية يسوقوها بعيد. Yes. A man space a gun to start the race. Fire the gun. Fire a gun يعني يطلق النار من المسدس.
Yes. فبنقول a man fired a gun. طبعا في ساعات في الريسز معينة عشان يبدأ الريس لازم يضرب طلقة بالرصاص عشان يبين لهم ان دي طريقة البداية بتاعت الريس يعني. Yes. She is determined to make a space of this project successfully, successful, succeed and success. طبعا make a success. تاني احنا هنا محتاجين noun او محتاجين اسم من كلمة success او successful, فبالتالي هنقول she's determined to make a success of her of this project, يعني هي مصممة انها تخلي المشروع بتاعها ينجح. الناس تخلي بالها كمان. Yes, تخلي بالها كمان الناس ان دايما الفيرب determined ده لازم قبل منه الفيرب to be, يعني ما اقولش she determined, لا لازم she is determined او she was determined and so on. تستخدم كصفة. Yes. To make a, إني أتخلي a success أو to make this project successful. تمام كده؟ يبقى دايما زي ما بتسمع كده لما أحط a يبقى أنا عايز noun. رامز جلال was famous for playing space on his fellow actors. طبعا tricks. Tricks. وأكيد أكيد طبعا students كتير شافوا ال horrible tricks يعني اللي بتحصل. Yes. He returned to the countryside where his mother's space lived. Where his mother's ancestors lived. Ancestor يعني الناس اللي بتيجي من توصلي يعني الأسلاف أو الأجداد. الأسلاف بالضبط اللي هم أجداد الأم. فهنقول the ancestors. Countryside يعني القرية كيرة أو حيث إن أجداد مامته اللي هم يعني the pharaohs كده بالنسبة لنا الفراعنة our ancestors. عكسات الكلمة descendants اللي هم الأحفاد. The gallery opening attracted a great number of space. افتتاح الجاليري اجتذب عدد كبير من ايه بقى؟ celebrities برضو اللي هم المشاهير. مشاهير ليا سي. The opposition leader led a very space attack on the government in a parliament of parliament this morning. Forceful, trivial, mild and soft. And the opposition leader led a very forceful attack. قائد المعارضة. عمل طبعا attack شديد on the government. Yes. In the parliament this morning. Yes. هتبقى forceful. جايبة طبعا كصفة. The bad weather space his decision to stay home offered did made influence it. طبعا احنا عارفين ال expression بتاع make decision او make his decision. Influenced his decision هنا في الجملة طبعا. هنقول the bad weather أثر على قراره بالبقاء. احنا عارفين أكيد إن في expression بتاع make decision بس هنا ال structure بتاع الجملة بيخليني أجيب كلمة influenced his decision أثر في رأيه إنه يفضل في البيت. Yes. يعني زي ما قلنا الطقس السيء أثر على قراره لكي يبقى فين في المنزل طبعا. كمان كلمة make أو كلمة made لما بجيب بعديها مفعول بيبقى دايما مصدر بدون to. The book is a great space everyone wants to read it. إذا كان a great طالما A موجودة يبقى أيوة. great success. تمام. لكن لو was مثلا greatly successful. Successful. يعني لو جبت حال greatly كنت قلت successful اللي هي الصفة. لكن a great تبقى a great success. My parents spaced us all the same when we were kids. Treated us يعني اتعاملوا معانا او عاملونا كلنا بمساواة يعني كلنا اتعاملنا بنفس الطريقة. Yes. يبقى treated اللي هي بي. يعامل شخص. لكن كلمة كيوري يعالج زي ما قلنا. وpublish ينشر examine يفحص. She has received a lot of space for her latest novel. Punishment, Pollution, publicity and simplicity. طبعا she has received a lot of publicity. يعني حصل دعاية كتيرة ليها او هي قدرت انها تحصل على دعاية كتيرة ليها for her latest novel بسبب النوفل الاخيرة او النوفل بتاعتها اللي نشرتها مؤخرة. Yes. We returned to our space home after many years. Artificial, cultural, crystal, ancestral. We returned to our home after many years. طبعا ممكن نقول ancestral home اللي هو البيوت اللي كانت تابعة لأجدادنا وأسلافنا. Yes. اللي هي دي.
She span so space, comma, I don't think I'll ever be able to trust her again. مش هثق فيها مرة تانية. معنى كده ان هي كانت طبعا تريكي. يا ترى greedy ولا tricky ولا needy ولا sticky. She was so tricky. Tricky. يعني كانت مخادعة جدا. Yes. I don't think I'll ever be able to trust her again. اللي بيخلينا نجاوب جملة زي كده كلمة زي كلمة trust. I won't be able or I'll never ever be able to trust her again. Yes. فالtrust ليها علاقة بالخداع. عندي تريك خدعة وتريكي مخادع. أكيد طبعا يا سليمان هنديك براحة راحة شوية بقى كده صح عشان الصيام يعني. تمام. أحبائي إلى فصل قصير انتظرونا ما تروحوش في أي حتة احنا منتظرينكم. أحبائي أهلا بكم مرة تانية وأفكركم النهاردة بنناقش مع بعض الوحدة الـ17 اتكلمنا فيها على الجزئية الخاصة بالكلمات وخدنا language notes وكمان language functions ومشكورة مس إيمان جاوبتنا على أسئلة كتير جدا خاصة باستخدامنا للكلمات في الوحدة دي. لكن كمان احنا خدنا في المرة اللي فاتت جزء خاص بالجرامر واتكلمنا على wishes and regret. أفكركم ده سريعا قلنا احنا لما بنتمنى شيء يحصل في المستقبل ان شاء الله او بتمنى شيء في الحاضر. فانا عندي اساليب للتمني. اما قلت كلمة if only يعني ياريت او بس لو بالعامية او فاعل وبعد كده كلمة wish. يعني قلت I wish او Mrs. Iman wishes. اكيد Mrs. Iman singular بحط الفعل ES. تمام؟ يبقى الصيغة المشي معنا يعني I wish او كلمة if only. لو جبت بعدها فاعل والأمنية في المستقبل يبقى عندي كلمة could أو كلمة would وبعد كده مصدر. يبقى تاني كده اكتبوا معايا I wish و if only ياريت يعني بعدهم فاعل بعد الفاعل ده بيبقى فيه كلمة could أو كلمة would وأكيد ده أفعال ناقصة لازم بعدها مصدر. فقلت مثلا إيه I wish I could get high marks. انا كطالب مثلا بقول اتمنى اجيب درجات عالية ان شاء الله السنة دي. كلام امنية في المستقبل اهو. I wish I could get high marks. طيب لو قلت بقى Mrs. Iman wishes you بتتمنى لكم انتوا احبائي. Mrs. Iman wishes you. Mrs. Iman هي بتتمنى ليكم يعني في اختلاف. تمام كده؟ يبقى you would get high marks. ما تبقاش كلمة could. يبقى could امتى بقى؟ الشطار كود لما يكون الشخص اللي بيتمنى لنفسه او لمجموعته. يعني قلت مثلا I wish I could او I wish we could. تمام؟ طيب لو قلت مثلا مس ايمان بتتمنى مثلا المغرب يأذن بسرعة عشان عطشانة ما تقولي تبقى مس ايمان wishes she. تمام كده؟ شفت بقى هي كلمت على ان هي مس ايمان وهي بعينها شي. مس ايمان wishes she مثلا could drink water. could مثلا drink مثلا in 5 minutes في خلال 5 دقائق يعني شبه الكلام في الفيوتشر. تمام كده؟ طيب ده كان تمني فين؟ في المستقبل. يبقى I wish او if only بعدها فاعل could او would زائد المصدر. could امتى؟ لما يكون اللي بيتمنى لنفسه او لمجموعته. لكن would بتبقى حد بيتمنى لشخص تاني. مش فارق قوي لما اقول هي wishes هي قلت هي wishes هي تبقى كلمه could. هنكمل اكيد مع بعض ولكن اخذ اتصال. We have Rania, I think. Rania, صح؟ Hello. ازيك؟ ازيك يا مستر؟ الله يسلمك يا بابا، الحمد لله تمام. كان عندي استفسار يا مستر. اتفضل يا رانيا. كنت عايزة أسأل هو الإيميل مقرر؟ الإيميل؟ بصي سامعاني يا رانيا؟ عايز تقولي بس عن التلفزيون شوية؟ تمام. الإيميل هو بيقول لي إيه في السؤال بتاع الرايتنج في الكمبوزيشن؟ السؤال رقم 8 بالنسبه لنا رايت. تمام كده؟ كلمه رايت هنا في الكومبوزيشن قد يكون ايميل وقد يكون باراجراف. تمام؟ بيطلب مني في الباراجراف احنا عارفين طبعا 120 كلمه والمفروض بالنسبه لي عارف الشكل الكتابه ازاي. الايميل بيهمنا قوي في الاوتلايننج الشكل بتاعه يعني تو مثلا فروم السبجكت الديت المقدمة بتاع شكلها ازاي بعد كده الموضوع بعد كده الخاتمة. لكن الموضوع يعني زي البراجراف العادي. ايوه في النص كده مفيش مشكلة لكن زي ما قلت لك التخطيط بتاعه بيختلف شوية. ان يكون عندي
تو فروم مثلا سبجكت اللي هو موضوع عن ايه، الاوتلايننج او الشكل العام ده الاطار بتاع الموضوع بيفرق برضه في التصحيح. وصلت؟ لكن موجود تمام. طبعا طب هي المقدمه والخاتمه هتبقى الكلمات بتاعتها من ضمن ال 120 كلمه ولا من غيرها؟ اكيد احنا ما بنعدش عشان تبقى برضه في الصوره يعني، يعني معلش مش بنقعد نقول مثلا نعدهم 120 كلمه، احنا بنقول يعني لو تخيلت ان كل سطر فيه 10 كلمات فانا عندي 12 سطر تمام. لكن العبرة في ان هو يكون اصلا في كوهيرنس، في ترابط، يكون في الفكر نفسه كل اللي بتكتبيه يكون ريليفنت تو ذا سبجكت او يعني مرتبط بالموضوع كويس قوي، يكون في السبيلنج ميستيكس يعني تكون عايز اقول شوفه منعدمه، يكون جرامر ميستيكس مش موجوده، يكون اخطاء الجرامر مش موجوده وهكذا. فالحاجات دي كلها بيبقى لها كلها لها توزيع درجات معينه يعني. لكن في الاخر برضه لازم اكتب مثلا ما لا يقل عن صفحه عشان تبقى بشكل منطقي وشكل كويس. يعني مش اكتب مثلا جملتين ثلاثه تحطهم مثلا في الصفحه من فوق كده بس، لا اكتب على الاقل صفحه بشكل كويس. اتفقنا؟ تمام. هو بالنسبه هو ملتزم انه يجيب موضوع ايجابي وموضوع سلبي ولا عادي؟ لا مش مرتبطينها بحاجه معينه، احنا كل المواضيع موجوده. لكن انت عارفه ان احنا بالنسبه لنا في الرايتنج عموما ممكن تبقى حاجه ديسكريبتيف، حاجه وصفيه، اتكلم مثلا عن فرضا مثلا الاهرامات، حاجات معلومات معينه. وممكن يبقى موضوع ارجيومنتيف، موضوع جدلي، ان زي ما انت بتقولي كده يعني في نقاش، يعني في بروس اند كونز، يعني في مزايا وفي عيوب مثلا، زي عمل المرأة مثلا، زي المودرن تكنولوجي الانترنت مثلا، هل يبقى في مزايا وفي عيوب. فاكيد انا وانا بنسق شغلي بخلي فيه ديفرنت باراجرافز. ده ممكن كمان يجيب لي مثلا ستوري، يجيب لي قصه، يعني يقول لي مثلا ستوري اندس ان كذا، قصه بتنتهي بكذا، او اوف امورال كذا، يعني ذات درس اخلاقي بيعلم كذا. افتكر حاجه خدتها ودايما ادور في المنهج اللي خدته. انا مثلا خدت في العربي مثلا خدت قصه مثلا الايام مثلا بتاع، خدت مثلا في الانجليش ذا بريزر اوف زيندا، سجين زيندا، فشوف قصه انا درستها واشوف المغزى بتاعها تمام، او حتى على طول الدراسه بتاعتي. لكن يبقى انا كده عندي المقال او الموضوع اللي هكتبه قد يكون جدلي، قد يكون وصفي، وقد يكون عندي قصه، وقد يكون عندي الايميل. تمام تمام يا رانيا. في حاجه تاني؟ شكرا لك، شاكرين جدا اتصالك يا رانيا وتابع معانا. فكنا بنتكلم مس ايمان على موضوع التمني، وخلصنا من التمني في المستقبل. So let me ask if you have any wishes for the future ان شاء الله. تفضلي قولي. Sure. The near future طبعا I wish I could drink water. اكيد يعني. يا الله. The near future ان شاء الله كده بعد كم ساعة اشرب مية. This is my wish. يبقى لها تاني كده I wish I could drink water. I wish I could. وقلنا could علشان انا نفس الشخص بتمنى شيء لنفسي، او الشخصيه بتتمنى يعني الفاعل اللي بيقوم بالحاجه بيتمنى لنفسه، يعني ما غيرناش في. طب اتمني لي اوصل المنزل سالما ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. طبعا I wish Mr. محمد would arrive home safely، يعني بتمنى ان مستر محمد يوصل البيت بامان. اكد عليه تاني معلش كده. I wish Mr. محمد would arrive home safely. لأن مس إيمان هنا تمنى لي، فأصبحت إيه المتمني غير متمنى له. بالضبط. أصبح كلمة كده would. Third party. Yes. تمام. يبقى ده كده في المستقبل صح؟ مظبوط. طيب التمني في الحاضر بقى بقول إيه؟ يا لو كان معايا موبايل دلوقتي. لحظة كده، يا لو كان فعل ماضي معايا موبايل دلوقتي يعني الآن. إيه اللي جاب الاتنين مع بعض؟ جاب الشامي على المغربي. هم كده بالضبط. فقلتي I wish I had a mobile now. الاساس ان انا I don't have a mobile now، لا املك موبايل الان. فقلت ايه؟ I wish I had a mobile now، اتمنى لو كان معايا. I wish I had، يبقى التمني في المضارع الفعل يبقى ماضي بسيط. التمني شيء في المضارع بفعل ماضي ايه؟ بسيط. I wish I had a mobile now. تمام كده؟ طيب انت ممكن تسالني مس ايمان هتعمل ايه لو معاك موبايل دلوقتي وانت في الاستوديو ما في الشبكه؟ مثلا هقول كنت ابعه لك هتبقى ايه؟ What would you do if you have a mobile now? I would مثلا sell it مثلا to you. I would. Okay. مش هشتغل تمام؟ فاصبح would ومين والمصدر. حبيت اكمل احبائي اكمل بيه كانها الحاله الثانيه الاف. احنا عارفين الحاله الثانيه او تايب 2 بتقولي if past simple ماضي بسيط صرف ثاني يعني، والناحيه الثانيه would والمصدر. تمام؟ if past simple would والمصدر. فقلت if I had a mobile now I would مثلا make a phone call.
تمام كده، او I would call مثلا my brother and so on. طيب لو الطقس بقى كويس مش هتحس بالعطش صح؟ عايزك تقولي لي الكلام ده في الوقت الحالي، اتفضلي. يعني I wish the weather was good أو I wish the weather was cool، ده معناه إن أنا بتمنى إن الطقس اللي هو حر دلوقتي it's very hot، I wish it would be cool أو إن هو كان يكون ألطف من كده، فهقول I wish the weather was cool. was في الماضي ولكن أنا بتمنى بيها أمنية خاصة بالحاضر، which means طبعا إنه the actual weather أو الطقس الحالي اللي فعليا موجود هو طقس حار it's very hot. فلما هقول الجملة عادية يعني بوصف الطقس الحالي هقول it's very hot، فهستخدم present simple عادي جدا لأنه ده الحاجة الواقع أو اللي موجودة already. لكن لما هستخدم wish أنا بتمنى شيء هو مش موجود أو غير واقعي، فبيحصل شوية تغيير في التنس ما بيتباشي الرول اللي معروفة لأنه مش ده الواقع أو اللي حاصل دلوقتي، عشان كده بنسمي الأفعال اللي بتستخدم دي subjunctives أو أفعال اللي هي بنكون يعني التصريف بتاعها مختلف علشان هي ما بتحكيش الواقع. فبنقول I wish the weather were cool. ممكن أستخدم طبعا where all the time، بستخدمها طبعا لان انا زي ما قلنا بنتكلم على حاجة مش حقيقية، زي ما قلنا في if for example بقول if I were you، استخدمنا where ما استخدمناش was. مع wish ممكن نستخدم نفس القصة نقول I wish the weather were cool، where w-e-r-e يعني اللي هو انه يكون طقس كان جيد لانه ده عكس الواقع، فاستخدمنا where which is not real او ان هي مش حاجة حقيقية. Yes تمام، يبقى ممكن نستخدم زي ما انت سمعت كده كلمة وير مع كل الضمائر أو كل أسماء، قلنا the weather now الطقس دلوقتي is hot حار جدا، يبقى I wish the weather were fine يا ريت كان الطقس كويس. What would you do Miss إيمان تعملي إيه ساعتها؟ كنت مثلا تقولي I would go out، would والمصدر كملت كأنها حالة تانية لإف. يبقى معنى كده التمني في الحاضر بيبقى عندي كلمة if only أو somebody wishes أو حد بيتمنى، بعدها فاعل، بعد كده فعل في التصريف الثاني أو الباست سيمبل ماضي بسيط. تمام؟ طيب انتقلنا بقى للجزئية الثالثة، لو أنا شيء بقى فاتني وبقول يا ريت كنت عملت كذا ندمان، أو شيء أنا ما عملتوش ويا ريتني كنت عملت، أو حاجة عملتها ويا ريتني ما كنتش عملت، تمام كده؟ يبقى الندم دايما يبقى دايما ماضي تام. الصيغة بتاعته ازاي بقى؟ تبقى كلمة I wish أو كلمة if only بعديها فاعل بعد كده هادئ تصريف ثالث اللي هو الباست بيرفكت ماضي تام. واحد مثلا السنة اللي فاتت ما ذاكرش، أنت كنت ذاكرت السنة اللي فاتت بقى إيه؟ I wish I had studied last year. I wish I had studied. أو I wish I hadn't wasted my time. ما ضيعتش وقتي. تمام؟ يبقى تاني في الندم بستخدم كلمة I wish أو كلمة if only بعديها فاعل بعد كده past perfect ماضي تام اللي هو هاد والتصريف الثالث. طبعا بيبقى في الجمله دايما في شيء دال على الباست زي كلمه yesterday زي كلمه last year وهكذا. تمام، هي بعينها I regret. I regret دايما فعل فيه ing. I regret wasting my time. I regret not studying hard. يبقى الجرند بحطه قبل منه في النافي كلمه not. تمام، تعال نشوف الكلام ده على الشاشه. في حاله طبعا وجود جمله اخرى بعد جمله فقط I wish أو كلمة if only بالراعي تطبيق قاعدة if. إزاي؟ if only she hadn't told the police. أنا حد بيقول لي يا لو ما كانتش بلغت الشرطة كان ممكن يستنى ويسكت، يعني معناها أنها بلغت بالفعل، فكلمة if only بعدها hadn't told ده ماضي تام عشان الكلام في الماضي. كان إيه ممكن يحصل؟ أكمل بقاعدة if. قاعدة if بتقول if ماضي تام بعد كده would have تصريف تالت but everything would have been alright، كان بقى كل شيء على ما يرام. I wish he hadn't wasted all his money، أنا أتمنى إن ما كانش ضيع كل فلوسه. طب إيه اللي كان ممكن يحصل؟ he would have bought a new house، كان ممكن يشتري منزل جديد، معنى كده هو ضيع وما اشتراش. تمام؟ في حالة وجود فعل مضاف لـ ing بعد regret نستخدم الماضي التام. إزاي؟ يعني لما تقول لي I regret not studying hard، أنا أتمنى ما ذاكرتش كويس، هي بعينها بتساوي I wish I had studied hard. تمام؟
I wish I had studied, لأن في كلمة regret to مصدر، يعني أنا آسف إني أعمل كذا، بيتأسف قبل ما يعمل الشيء، لكن regret معناها نادم على إني فعلت بالفعل، هنا ما ذاكرتش، بقت I regret not studying بتساوي بالضبط I wish I hadn't أو I had studied hard. في طبعا أساليب تانية للتمني، مش بس كلمة I wish وكلمة if only، في wish to دايما بعدها مصدر لو ما جاش فاعل، يعني احنا wish خدناها بعدها فاعل، لو ما جاش فاعل to يبقى لازم بعدها مصدر، سواء كلمة want to تمام، وأكيد want to مصدر. I wish to see the manager. I wish I could see the manager. I wish I could see the manager هي بعينها I wish to see the manager please. If you wish to reserve a table, please telephone after 5 o'clock. لو عايز تحجز طرابيزة لو سمحت اتصل بعد الساعة 5. If you wish تمام؟ wish ما جاش فاعل، جاء to زائد مصدر. يبقى wish زائد noun، wish someone something. ممكن كمان تتمنى لشخص شيء. I wish you good luck. I wish you مثلا high marks and so on. I wish you a speedy recovery. أتمنى لكم شفاء عاجل. Wish somebody يعني ما جاش فاعل وبعد كده فعل، لا جه فاعل وبعد كده اسم، قلت I wish you a speedy recovery. I wish you good luck. I wish you a happy life. حياة سعيدة. كلمة hope كمان نخلي بالنا، I hope he passes أو I hope he will pass the test. معنى كده يا مس إيمان كلمة hope ممكن بعديها فاعل تمام، ويجي إيه present simple أو future simple. I hope you pass. I hope you will pass. طب لو ما جاش فاعل I hope to. Hope زي كلمة wish بعديها to. I hope to win the first prize. أتمنى أفوز بالجائزة الأولى. هلك ناخد اتصال. We have أحمد from Cairo. ازيك يا أبو حميد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك؟ الحمد لله. فضل. كان في ثلاث جمل بس عايز اعرف الفرق في المعنى بينهم. فرق في المعنى؟ ايوه. طيب اتفضل. كان اول واحده I saw the boy to eat. I saw the boy to eat. مس ايمان تكتب معاك I saw the boy. I saw the boy to eat. ايوه. تمام الجمله الثانيه I saw the boy eat. I saw the boy eat. واخر واحده نفس الجمله بس eating. انت متابع معانا يا احمد الحلقه من بدري؟ ما انا شفت جمله حضرتك اللي هي تمام شفتها بس تو ايت ديت اول واحده انا شفتها في كتاب خارجي وما فهمتهاش يعني تمام اللي هي اول واحده يس بس يس اكيد في الجملتين الثانيه والثالثه يا مس ايمان ممكن نقول ايه اتفضل طبعا الجمله الثانيه والثالثه اللي هي I saw the boy eat احنا اتفقنا انه طالما في verb already في السنتنس زي كلمة saw أو الإكزامبل اللي كان مستر محمد كلمنا عنه اللي كان فيه كلمة heard إحنا في الحالة دي عندنا الفيرب موجود with a boy eat يبقى هيجي الفعل اللي بعد كده غير مصرف هنحطه في الانفينيتيف فورم أو في المصدر ممكن جدا ما نحطوش في المصدر ممكن نحطه الفيرب مضاف له ing لأن إحنا مش محتاجين إن إحنا نستخدم two verbs هنا يكونوا مصرفين طيب معنى او الفرق ما بين الاول والتاني احنا قلنا لو قلنا I saw the boy eat يبقى انا حضرت الاكشن كله كامل من اوله لاخره من اول اكشن بداية اكله لغاية نهاية الاكل ولكن I saw the boy eating يبقى انا كده في اثناء عملية الاكل انا حضرت البوي او جيت في النص كده لقيت الولد بياكل لكن ما حضرتش الاكشن من اوله yes. ده كده الاكزامبل بتاع تمام الثاني والثالث يبقى الاولى بقى الفرق بقى يا احمد ايه بقى في الاولى هي المختلفه كلمه سي تو بمعنى انك تو لوك افتر اللي هي بالظبط كلمه نيرس بس ممكن تغيرها شويه كلمه نيرس بمعنى يربي او يراعي يعني هنا كلمه سي تو بمعنى كلمه لوك افتر يعتني بيه يعني اعتنيت بالطفل في تغذيته او في اكله فهمت قصدي ايوه فلو قلت اي سو ذا بوي تو ايت يعني I looked after the baby أو the boy to eat تمام؟ تمام يبقى سي تو بمعنى يعتني أو يراعي اتفقنا كده؟ تمام عندك أسئلة كمان؟ لا لا بس كده مثلا شاكرين جدا يا أبو حميد ورمضان كريم نرجع تاني بقى يا مس إيمان كده ونشوف الموضوع بتاعنا التمني بقى
من خلال أمثلة. تمام هنشوف كده تمارين مع بعض، وهندي طبعا كل أحبائنا فرصة يبان قدامهم الجملة على الشاشة ونسمع إجابتهم الأول، وندي احنا الإجابة الصحيحة. تمام؟ أول جملة بتقول It is very hot today. هنبص كده للجملة. I wish it not cooler. طبعا yes. ده very يعني الجملة دي واقعية جدا. Yes. فهنقول It's very hot today. الجو حر جدا النهاردة، يعني present ده الواقع بتاع الجو دلوقتي. I wish it was cooler. كنت أتمنى إن هو يكون أكثر برودة أفضل. يعني أو يعني أحسن من كده. يبقى كلمة was. كان ممكن نستخدم كلمة where؟ كان ممكن نستخدم where لو هي كانت في الاختيارات طبعا، ولكن هي مش موجودة. ولكن طبعا احنا استخدمنا was لان ده تمني في المضارع. أيوة. فبالتالي بنستخدم past simple form. Yes. It was cold and I didn't wear a coat. I wish I not. هنا بقى it was cold. بالضبط. هو مستر محمد لفت نظركو انه it was يبقى situation في الماضي. I didn't wear a coat. اللي حصل ان انا في الماضي ما لبستش الكوت. ندمان انا كده. ندمان على الاكشن ده فعلا. I wish I had one. يعني كنت اتمنى ان يكون كان معايا وقتها واحد. Had اللي هي سي. يعني ماضي تام. ماضي تام. يبقى ندم ماضي تام. had تصريف تام. سي. تمام. طيب. I wish I not out last night. I wouldn't have been late this morning. طبعا هو برضو بيتكلم على last night. فlast night يبقى ده موقف في الماضي. يبقى I wish I hadn't gone out last night. I wouldn't have been late this morning. واضح ان situation كله حصل في الماضي. حتى this morning يقصد بيها الصباح اللي عدى او اللي فات. لانه قال I wouldn't have been. يبقى دي كمان حاجة او clue تاني. غير كلمة last night wouldn't have been. لو احنا نلاحظ زي الحالة التالتة لF اللي هي would have plus the past participle، يبقى لازم هستخدم the past perfect اللي هي hadn't gone. I wish I hadn't gone out last night. نلاحظ كمان ان كلمة I wish بس يبقى في نفس الجملة مديها كلمة على كلمة if. لان الكلام هنا واضح ان هي حالة تالتة. لو افترضت ان كلمة I wish بتسوي كلمة if. تمام؟ يبقى لازم تخلي بالكم احبائي اللي ناقص هنا فعل الشرط. جواب الشرط لما يبقى would have been يعني would have تصريف ثالث، يبقى فعل الشرط هيبقى ماضي تام. ماضي تام يعني ايه؟ had gone. هنا طبعا جاي بشكل نفي hadn't gone. But I wish I hadn't gone. يا ريتني ما خرجتش ليله امبارح، ما كنتش اتاخرت النهارده. تمام؟ Yes. I don't like this place. I wish I not somewhere more interesting. Had lived ولا lived و live و have lived. طبعا I don't like this place. The present simple. I wish I lived somewhere more interesting. Lived في الماضي لأن أنا بعمل تمني للواقع أو الحاضر. Yes. فبنقول lived اللي في الماضي اللي هي بي. Yes. I wish I not where I put my mobile phone yesterday. طبعا yesterday. Yesterday هنا دي الكلمة اللي هتدينا clue للحل. فهنقول I wish I hadn't forgotten where. طب خلي بالك لما يقول إيه بقى؟ I put my mobile. الجملة الثانية أنا حطيت موبايلي فين امبارح؟ طيب. لكن أنا مش متذكر دلوقتي. دلوقتي. قريت نفتكر دلوقتي حطيت فين. I wish I didn't forget where I put my mobile phone yesterday. Yes. ده كده من معنى الجملة. احنا بنفهم ان الشخص ده دلوقتي هو ناسي هو حط الموبايل بتاعه فين. Yes. لأنه الأكشن تم طبعا في الباست، ولكن أكشن النسيان نفسه هو حاضر. فبالتالي هنقول I wish I didn't forget where I put my mobile phone yesterday. Yes. I'm really tired this morning. I wish I not more last night. هنا الجملة بتاعت wish هي اللي فيها last night. أيوة. فبالتالي ده كلو لينا ان احنا نعرف انه انا بعمل regret على حاجة في الباست عكس الجملة اللي فاتت. فهنا واضح في كلمة last night يبقى هي طبعا I had slept. I wish I had slept more last night. أتمنى إني كنت نمت كفاية امبارح. I am really tired this morning. أنا فعلا تعبان النهاردة لأنه امبارح ما نمتش كويس. فبالتالي I wish I had slept more last night. Yes, good. Kamal missed the bus. He wished he
سبيس ات يسترداي، التمني في الجملة أو الفراغ في الجملة بتاعت التمني وفيها كلمة يسترداي. تمام. هو أنا مش شايفة الجملة بس واضح إنه yes. الوش نفسها قدامك تاني معلش yes. الوش نفسها كانت حاجة ليها علاقة بيسترداي. He wished he it yesterday. طالما yesterday موجودة في الجملة بتاعت wish يبقى أكيد أنا بعمل regret على حاجة في الماضي. كمان miss the bus، هو طبعا فوت الباص. He wished he had caught it yesterday. طبعا اتمنى ان هو كان لحقه امبارح. yes. يبقى had caught. هنلاقي كمان كلمة catch coat coat والعكس على طول كلمة miss M-I-S-S missed بمعنى يفوت الشيء، لكن catch بمعنى يلحق المواصلة. زي ما حضرتك قلت كده كلمة yesterday موجودة في الجملة بتاعت التمني. فبيقول يا ريتني كنت لحقت الباص امبارح، تبقى he wished he had caught the bus yesterday. لو في المستقبل he wishes he could catch. تمام. طيب I left my bag on the bus. I wish that I space more careful with it. برضو بيقولتني كنت حريص، يا ريتني كنت طبعا ندمان على طول. يبقى had been. yes had been. I يبقى wish I had been more careful about with it. yes. That cafe always closes early. I wish it stays open a bit later. ال sentence هنا بيكلم على habit، على حاجة بتحصل على طول. يبقى أنا أكيد بتكلم على the present. The cafe always closes early. I wish it stays. I wish it would stay open a bit later. yes. يعني بتمنى انها يعني عموما في المستقبل او امنيتي للمستقبل it would stay open a bit later. yes. طالما قال كلمة later فاصبحنا في المستقبل. yes. Sarah wishes she space see her cousins more often but they live in Australia. بتتمنى انها تشوف اولاد عمها لكن للاسف هم عايشين في استراليا. طبعا Sarah wishes she could. yes. احنا بنتكلم على نفس الشخص، اولا ده تمني في حاجه في المستقبل، ولكن احنا بنتكلم على نفس الشخص اللي هي ساره، والverb she هي اللي بتعمل نفس الامنيه نفسها، فبالتالي هنقول she could see her cousins more often but they live in Australia. yes. كمان واضح كده من 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 الاصل الافعال عندنا ان انا عندي مثلا كلمه may وكلمه can وكلمه مثلا would وهكذا. اكيد لو انا عرفت كلمه wish لقيتها في الجمله على طول ارجع للدرس بتاعي اللي هو ايه التمني. كلمه wish او كلمه if only كانوا بيقولوا مس ايمان ومستر محمد بيقولوا واساتذتنا طبعا كلهم بيقولوا كده ان التمني كان محصور في افعال معينه، ان كلمه could او كلمه would ومصدر لو الكلام في المستقبل، او فعل ماضي بسيط لو الكلام في الحاضر، او فعل ماضي تام لو الكلام في الماضي. فاكيد ما قلناش كلمه will ولا كلمه can ولا كلمه may. اللي خدناه في الافعال الاربعه دول في الجمله اللي فاتت كانت كلمه could. يبقى ساره wishes she could. وصلت؟ يبقى دايما كده حاولوا حتى في كل الحاجات الخاصه بالجرامر استبعد الحاجات اللي باخد. يعني مثلا خدنا قبل كده في موضوع الاستنتاج مثلا، قلت لما بستنتج فانا بدور في فلك افعال معينه، استنتاج كلمه must او may او might، ولو ده ما حصلش يبقى كلمه can't. يبقى مفيش داعي استخدم كلمه should في الموضوع، او حد يقول لي مثلا كلمه would جابها لي، لا ما تلخبطش الدنيا. ركز كده، انا استنتجت قلت مثلا ميعاد الحلقه مثلا اتغير مثلا، يعني يبقى اكيد فيه ترتيبات مثلا تانية. طالما استنتجت شيء يبقى لازم ادور في فلك افعال محدده اللي خاصه بالاستنتاج، زي ما قلت يعني must وmay ومايت وعكسهم كلمه can't. لو بس ادور في فلك بقى اللي هو الدرس بتاع النهارده اللي هو التمني، فلازم اكون عارف مستقبل يبقى could او would زائد مصدر، بتكلم على تمني في الحاضر يبقى فعل في الماضي البسيط، بتكلم على الندم في الماضي يبقى فعل في الماضي التام. يبقى ما فيش داعي ابدا، او احنا ما ذكرناش حاجه مثلا فيها مضارع مستمر، او حاجه مثلا فيها مستقبل تام ولا هاف مثلا تصريف ثالث، ولا حاجه مثلا فيها مضارع تام مستمر اللي هو مثلا هاز هاف بين مثلا فعل اي ان جي. تمام كده. طيب نرجع تاني كده لجمله نمبر 11، جمله 11 بتقول the baby won't stop crying the mother wishes she not crying. طبعا دي بنوته وبتعيط ومامتها بتتمنى لو هي تبطل بكاء. طبعا her mother wishes she would stop crying. طب ليه ما خدناش كلمه كود مثلا؟ هي مش موجوده بس برضه ما خدتش ايه؟ برضه لان الام تتمنى لبنتها. لبنتها يبقى حد غير حد. يس.
يبقى كلمة would stop. I feel ill. I wish I space so many sweets. واحد بيقول بقى ركز بقى بس إيمان كده في الجملة دي ويعني في إيه في المعنى. تفضل. واحد هو مريض دلوقتي ولكن هو بيندم على حاجة هو عملها اللي سببت له في المرض. أيوة. فبالتالي أنا لو حد بيقول so many sweets أو eat so many sweets هو كان بياكل حلويات كتير فبالتالي ده اللي أدى إنه هو يكون ill أو مريض. Yes. يبقى I feel ill. I wish I hadn't eaten so many sweets. يعني الطالب ما ياخدش باله بس يمكن لك أصلا I feel ده مضارع. لا لازم بقى المعنى أنا دلوقتي بندم ولا ما بندمش. ولا أنا كده. بتمنى إن أنا أكل سويتس كتير. أكيد هتفرق. يعني أنا لو زي ما اتفقنا إنه الحاجة طالما جاية في الباست perfect مع wish يبقى أنا بعمل regret على action سيء أو فعل سيء كنت أتمنى إني ما عملوش. Yes. هنا مفيش أي حاجة تدل على الزمن ولكن فهمي للسيتويشن مش إن أنا بتمنى إني أكل حلويات كتير وأنا تعبان. لا فهمي للسيتويشن بيقول إنه لازم أكون عندي ندم إن أنا أكلت سويتس كتير هي اللي خلتني أو أدت للحالة فارتني اللي أنا فيها دلوقتي. بالضبط. Yes. If I wish I hadn't eaten so many sweets. سلمى is in England. She is, wishes it space raining. Stops will stop. Stopped would stop. طب الناس تقول ايه من غير ما يبصوا كده مثلا هم شافوا كلمة wish هيقولوا stops مضارع بسيط ده ما بيجيش معانا صح؟ طبعا. will stop ما بيجيش معانا future simple. اكيد. يا اما تكون stopped كتمني في الحاضر او اللي هو مضارع بسيط يعني او قد تكون would stop تمني فين؟ في المستقبل. طيب الجملة بتاعتنا سلمى موجودة دلوقتي فين في انجلترا. طبعا. بتتمنى لو ايه بقى؟ لو طبعا it stopped raining. ماشي. يبقى كانت منها منية فين؟ في الحاضر. في الحاضر. Yes. لأنه برضو هيبان من الموقف أو من السيتويشن. Yes. علي is very tired and wishes he is space in bed. Is very tired. هو دلوقتي إيه تعبان. تعبان جدا. هو بيتمنى أنه يكون دلوقتي في السرير. يبقى احنا بنتكلم على برضو حاجة في الحاضر. علي is very tired and wishes he was in bed. Yes. طيب ايه رايك ناخد اتصال من اسيوط؟ تمام. الو يا فاطمه ازيك؟ ازيك يا مستر محمد؟ رمضان كريم. الله اكرم. اتفضلي يا بابا تحت امرك يا مستر. اتفضل. انا امبارح قعدت اتصل ما حدش رد عليا. كان في حلقه ايه؟ كان في حلقه الاستاذ محسن الاستاذ صلاح والاستاذ رضا. اللغه العربيه صح؟ طيب هم احيانا بصي اكيد طبعا احنا يعني البرنامج تفاعلي وانت عارفه ان احنا بنحاول نلبي كل رغباتكم لكن لو في نقطه بنشرحها يعني بنبقى عايزين نخلصها بمعنى اصح ولو مضغوطين شويه فبنحاول ندي وقت للاساتذه طبعا مشكورين عشان يخلصوا الشرح فاحنا اكيد ما بنتاخرش عنكم يا فاطمه فاتفضلي سؤالك. اتفضلي استاذ محمد اسمعني. طيب اتفضل. اصلا في طلبه زي اتصلوا وردوا عليهم اسمعنا انا يعني لا طبعا لا بصي يا طمطم هو انت بصي تفتكر يعني استاذنا مستر محسن او استاذنا مستر صلاح هل تفتكر مثلا يعني هم بينتقوا؟ لا خلي بالك انا مثلا ومس ايمان قاعدين هنا كويس فاحنا اكيد في كنترول روم غرفه هي اللي بتقول لنا في حد على التليفون مش احنا اللي بنكبر او كده وانا متاكد تماما الناس اللي بتلقى التليفونات مفيش حد بيتوانى او بيستنى هي الفكره بس بتبقى اعطاء وقت للمدرس يخلص جزء يعني مثلا هقول لك على حاجه احنا النهارده في الجزء اللي فات الاول احنا سيبنا وقت كبير جدا للشرح وكنا بالامانه قايلين للاستاذه المخرجه وكل الكنترول روم بلاش تليفونات دلوقتي عشان نشرح كم كبير لما حسينا ان احنا قلنا اللي عايزين نقوله فتحنا التليفونات فاهمه يا فاطمه ما فيش انتقاء ولا اي حاجه خالص تبنتتنا يعني وكلكم ولادنا تمام اتفضلي يا فاطمه اتفضلي. طب بص يا استاذ انا عندي سؤال. اتفضلي. الباراجراف ازاي اعمله؟ مس ايمان هترد عليك سريعا مس ايمان اتفضلي. اوكي يا فاطمه هو واضح ان في كتير اسئله جات على الباراجراف ان شاء الله نحاول في الريفيجن يعني وكده ان احنا نتكلم عنه ولكن طبعا الباراجراف انت اهم حاجه يكون عندك حصيله كلمات حصيله الكلمات اظن المنهج مليان كلمات كتيره جدا الباراجراف ما بيجيش في مواضيع يعني بعيده تماما عن المنهج ولكن بتبقى اكيد اكيد شور
الكلمات اللي انت درستيها في المنهج هتقدري تستغليها، او اللي درستيها طول حياة دراستك الانجليش هتقدري ان انت تجيبي كلمات وتستغليها. الباراجراف بتبقى عباره عن توبيك بتجيلك او فكره معينه لازم افهمها كويس واعلم كده على الكي ووردز او الكلمات المهمه اللي الباراجراف يقصد ان انا اتكلم عنها عشان اقدر افهم. فهمت التوبيك كويس اركز ان يبقى كل كلامي عنها. في طريقه الناس بتعملها اسمها المايند مابينج، بعمل كده برتب افكاري اكتب الفكره بتاعتي في مثلا بوينتس او اكتبها في دوائر بالطريقه اللي تريحك انت كفاطمه. بتشوفي تكتبي وترتبي افكارك الاول، انا الاول هتكلم في بوينت كذا وبعدين البوينت دي وبعدين البوينت دي. ممكن كمان تجمعي مجموعه فوكابلري قبل ما تكتبي كمان، يعني تقولي والله انا في كلمات معينه اقدر استخدمها هتفيدني في الموضوع ده، فممكن الموضوع ده عن البوليوشن يبقى جمع كده كام كلمه كتير ريليتد للبوليوشن انت عارفاهم من المنهج من بره المنهج اللي يعجبك. وابتدي ابني بقى الافكار بتاعتي مع الكلمات، ده كله هيسهل لي ان انا ابتدي اركز في الكتابه واني اركز في ان الجمله تطلع بستراكشر سليم. طيب الستراكشر بقى ايه؟ في طبعا عندنا درسنا حاجات كتيره جدا في المنهج بتديني جرامر خاص بالكتابه او خاص باي حاجه في الانجليش، الحاجات دي برضو لازم استغلها، يعني ممكن استخدم قاعده اف في باراجراف ليه لا، طالما ان انا بستخدمها في سياقها السليم التنس السليم. ممكن استخدم وش في باراجراف، انهي مثلا باراجراف بتاعك بان انا اقول اي وش انه مثلا في المستقبل يحصل كذا، واي نوت، كل دي حاجات انت تقدري تستخدميها. بلس ان انا هظبط بقى نبقى عارفه ان الجمله فيها سبجكت وفيها فيرب، لازم كل سبجكت واحد يكون ليه فيرب واحد والاثنين يبقوا ماتشنج مع بعض، كل دي امور ان انا برتبها. بيبقى عندي المقدمه الانترودكشن، بعد كده البادي اللي هو التو باراجرافز مثلا هكتبهم، وممكن اعمل كونكلوجن، وفي الاخر لازم ادي وقت للبروف ريدنج او للمراجعه، لان اي حد حتى لو اكسبرت او حد متخصص وما راجعش الكتابه هيكتشف اخطاء. فلازم ان انا طبعا بفكر اسرع ما بكتب، فممكن جدا انسى كلمه اكتب سبيلنج غلط اي حاجه، فلازم يحصل عمليه مراجعه، والمراجعه مهمه جدا في الرايتنج ما ننساهاش، نوفر 5 دقائق من وقت الرايتنج كده او التست لمراجعه الرايتنج بتاعي، وركز كمان في ان انا اعمل punctuation سليم spelling سليم الجرامر الword choice او الفوكابلري اللي بستخدمه كل ده ابص عليه. great. طيب ايه رايك ناخد كمان اتصال من المنيا؟ وي هاف جوزيف. ازيك يا جو؟ ازيك يا مستر؟ اخبارك يا زعيم؟ تمام تمام كويس. انا كنت عايز بس اشارك معاك في الاسئله. يا حبيبي شرفنا طبعا. انت عايز تتسال بقى؟ ايه عايز تتسال ولا تسال؟ لا انا عايز اشارك معاك في الاجابه يعني. يعني عايز نسألك. نسألك سؤال. طيب هيبان دلوقتي قدامك على الشاشة جملة خاصة بالدرس بتاعنا النهاردة. بتقول لك Sarah spent a lot of all her money that she wishes she space it. Spent, hadn't spent, doesn't spend, didn't spend. Take your time. الإجابة رقم B. Letter B. طب اشمعنى كلامك مظبوط؟ تمام بس اشمعنى؟ لان هي ندمت عليها ضيعت فلوسها في الماضي. تمام ضيعت فلوسها في الماضي، يبقى بتتمنى لو كانت ايه ما ضيعتش صح؟ يبقى hadn't spent. تمام. طب جمله كمان I wish space this matter further with the manager please had discussed could discuss to discuss we discuss. Take your time. Could discuss. برافو. تمام برافو عليك. طيب اشمعنى؟ عشان اتمنى المستقبل. ايوه ايه طب الكلمه اللي خلتني احس ان الكلام في المستقبل؟ ايه اللي خلانا قلنا ان الكلام ده مستقبل؟ تفتكر يعني؟ مستقبل تخيل لما يقول مثلا ايه كلمه further او قال كلمه او further وكلمه please. تمام؟ تخيل كلمة بليز دي يبقى الكلام لسه ايه كانه بيطلب، لان كان ممكن يقول لك ايه اي ويش مثلا اي ويش اي طبعا ناقصه كلمه اي هنا معلش اي ويش اي هاد ديسكاست ذس ماتر فيرذر وذ ذا مانجر، كان ممكن تمشي كده، لكن طالما بليز يبقى الكلام لسه فيه طلب ريكويست،
يبقى لسه في الفيوتشر، تمام؟ فكلامك مظبوط، كلمه كود ديسكاس. بما انك جاوبت سؤالين فلك حق تسال انت عايزه. عندك اي سؤال؟ كنت بس عايز اسال عن مراجعه القصه. الصوت بيقطع يا جو، معلش قول تاني. مراجعه القصه. اه قصه وعد، برافو عليك. قصه ان شاء الله احنا يمكن ذكرناها كتير شويه، ولكن يعني احنا من المره الجايه باذن الله هتلاقي عندنا اسئله قصه كتير جدا، اذا كانت choices او كان critical thinking questions. وطبعا انت عارف ان القصه بتاعتنا بتبقى اربع اسئله choices وثلاث اسئله critical thinking، بختار اثنين. يعني القصه بقت سهله قوي. الفكره كلها او نصيحتنا ليكوا احباء الطلبه ان كنت تقروا التكست وتبقوا عارفين كل المعلومات، لان الاسئله معلش تقليديه، يعني مش تيجي اسئله مقاليه بقى ان احنا نكتب او خاصه بمعلومه معينه، لا، هي الحكايه كلها انك تبقى فاكر احداث القصه. اتفقنا؟ اه ماشي. شاكرين جدا. انا بس كنت عايز اشكرك انت وال احنا اللي شاكرين ليك انت والمس ونتمنى لك كده وكل اولادنا طبعا في كل مصر طبعا، سبيشال المانيا خلي بالك، يعني يبقى طبعا اوائل الجمهوريه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا جو. ميرسي جدا يا حبيبي. نرجع تاني مس ايمان كده ونكمل بقى الأسئلة بتاعتنا. كان جملة number 17 بتقول My brother is sorry he didn't study medicine at university. She wishes. وبعد كده هي المفروض yes. She طبعا he not yes. واضح هنا انه هو sorry. يعني اذا هو ندمان. He didn't study medicine at university. He wishes بعد المفروض he wishes he she wishes he had done. طبعا هو كان المفروض سامسون كان يكمل الجمله. بيتمنى ان هو كان كان درس الشيء درسها او كان درس، يبقى كلمه هاد دان طبعا ده ريجريت او حاجه فيها ندم، فبنستخدم الباست ماضي بيرفكت. يس. طيب they want to tell me what happened. I wish they not me what happened. They won't tell me. هم مش هيقولوا لي اللي حصل. I wish they would tell me what happened. بتمنى ان هم يقولوا لي. Yes. Ola's friend didn't wait for her this morning. Ola wishes her friend. طبعا this morning كلام فات خلاص. خلاص Ola wishes her friend had waited for her. بتتمنى ان صاحبتها تكون او كانت انتظرتها. Yes. واضح من السيتويشن برضو انه هو ماضي. Yes. Ali wishes he is space to your party. But he is not feeling well. طبعا علي هنا المفروض ان هو بيتمنى انه يروح بارتي لسه ما اتعملتش. تم دعوته ليها. But he is not feeling well. واضح ان هو present، هو دلوقتي حاسس بانه صحته مش كويسة او كده. ولكن بيتمنى انه كان يقدر يروح البارتي اللي هي لسه في المستقبل. فعلي wishes he could come to your party. But he is not feeling well. Yes. رجب wishes he space how to play a musical instrument. هو بيتمنى في الوقت الحاضر انه يعرف ازاي يعزف على آلة موسيقية. فهنقول رجب wishes he knew how to play a musical instrument. Yes. طب ايه رأيك نكسر حدة الاسئلة دي بجملة ترجمة؟ تمام. ماشي. لو الموضوع اللي احنا شغالين فيه بقى دلوقتي اللي تحاول الدولة مثلا تطوير التعليم بقى. تحاول. وانا مثلا تحاول الدولة. تحاول الدولة جاهدة جاهدة تطوير التعليم تطوير التعليم لخلق جيل لخلق جيل يعتمد على الفهم يعتمد على الفهم الفهم وليس الحفظ وليس الحفظ. تمام. فضل. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا في الانجليش سنتنس بنبدا بالسبجكت او بالفعل، فهنا السبجكت بتاعنا الدوله. وطبعا تحاول ده الفيرب اللي هي tries، لان انا بتكلم على حاجه او اكشن هي بتقوم فيه فعليا في البريزنت دلوقتي ومستمره فيه. جاهده هنختار هنا مثلا adverb يوصف كلمة try. وطبعا احنا عارفين ان كلمة hard ما ينفعش احط لها ly لو هي adverb، فاحنا نستخدم كلمة hard. تطوير يعني develop او development حسب طبعا structure بتاع الجملة واحنا بنترجم. التعليم education. خلق يعني create هنا بمعنى create.
جيل generation، كلمة جيل يعني generation، يعتمد على depend on، depend on، طبعا في space ما بين depend و on. الفهم يعني understanding أو comprehending، يعني ممكن استخدم كلمة understand المعروفة أو كلمة comprehending أو understanding، وليس الحفظ اللي هو memorizing يعني أو recitation أو memorizing. طبعا كلمة يعني يحفظ أو ده الحفظ، ده كده إحنا الكلمات اللي موجودة في الترجمة. yes. تعالوا بقى الأستاذ، طبعا إحنا إيه نتكلم يعني زي ما شفنا لسه إيمان كده بتحاول تحط الكلمات الصعبة، تبقى الطالب يعمل إيه بقى كده في الترجمة؟ يطلع الكلمات اللي هو كلمات. هيكون فيها نغاية. yes. بس الهم من ده كله كمان هو يكون فاهم أصلا هو الفكرة في الترجمة، توصيل المعنى. طبعا. توصيل المعنى يعني انك انت يكون مثلا مش لازم اخد كل كلمه والكلمه قصادها على طول بالترجمه، ويفضل طبعا لو كان انجليزي لعربي ابدا بجمله فعليه. هنا من عربي بقى الانجليزي لازم ابدا بايه؟ بالفاعل، او ابدا بالاسم عموما، اسم او ضمير بالنسبه لنا سواء اذا كان فاعل او مفعول. طيب هنكتب بقى الجمله دي بشكل مفيد على بعضها. انا هكتبها في ورقه تانية عشان تبقى واضحه ليكم، وهقولها لكم برده بال يعني العربي اللي موجود علشان تبقوا فاكرينها. فهنقول تحاول الدولة جاهدة، the country، the country اللي هي الدولة. طب لو انا عندي بدل يا مس ايمان، هل بحط سلاش مثلا كده وبكتب الكلمة التانية؟ ممكن جدا اكتب مثلا the state مثلا، the state او كده، ممكن اعمل سلاش كده زي ما قال لنا مستر محمد ونكتب the state. طبعا هنا احنا جبنا كلمة ذا في الاول لان انا بخص بلدي او دولتنا احنا اللي هي ايجيبت. طبعا the country or the state tries، وجبنا الverb في present simple لان ده حاجة هي بتعملها وموجودة مستمرة كعادة في وقتنا الحالي. يبقى the country tries hard يعني بتحاول باجتهاد او جاهدة to develop، انها تطور، تحاول جاهدة تطوير. يبقى to develop تطوير التعليم education. يبقى الجزء الاول اللي هو the country تحاول الدولة جاهدة تطوير التعليم، the country tries hard to develop education. بعد كده قلنا السبب بقى بمنتهى البساطة هربطها بكلمة to، لخلق جيل يعتمد على الفهم وليس الحفظ. ده السبب، هي بتعمل كده ليه؟ علشان هي عايزة تخلق جيل، فبالتالي هستخدم كلمة to يعني very simple word يعني بدل ما ابتدي اكتب كلمة because مثلا واعمل جملة بسبجكت جديد وverb جديد، لا. يبقى to لخلق، to create a generation جيل، generation to create a generation depend on، أو ممكن أقول a generation that depends on، لو أنا حابة أن أنا أعمل طبعا relative pronoun ممكن أكتب هنا that depends on، يعتمد على understanding أو comprehending، understanding and not to depend on memorizing. yes. طبعا دي طريقه، في ممكن يبقى في structure تاني للجزء الاخير يعني لو اعتبرنا مثلا نموذج التذكر بقى بالظبط، ورغم ان دي مثلا عمليه برضو معرفيه بشكل كويس، ممكن بالزبط. هو بقى ممكن تطلع ايه طريقه انه يكون حافظ وبيسمع يعني اللي هو السرد بقى بالظبط، الريسيتيشن يعني الستيشن. نفس المعنى. yes. طيب تمام، يبقى احنا كده استفدنا كلمات، ممكن نعمل معلش ستريس كده على الكلمات اللي انت حضرتك شايفاها ان الطالب بيهتم بيها. تمام. يعني تاني كده the country or the state tries hard، قلنا hard مش هنحط لها ly، جاهدة جاية adverb، ولكن hard احنا بنستخدمها في الadverb زي ما في الadjective، ده كده exception من الexceptions اللي موجودة في اللغة. develop اللي هو تطوير، education طبعا كلمة اعتقد familiar جدا ليكو، خلق جيل يعني create generation اللي هو الجيل، يبقى خلق يعني create و generation جيل، depends on
يعني يعتمد على that generation that depends on, يعتمد على, والverb depend طبعا بيجي بعدها on, وبعدين understanding اللي هو الفهم, and not to depend on ولا يعتمد على. طب ده طبعا علشان اوصل المعنى زي ما قال مستر محمد, مش هقول مثلا and not memorizing, and not to depend on memorizing اللي هي الحفظ. Yes. بخصوص الموضوع ده بقى مس ايمان, بالنسبه للحادث او الحاصل في السنه الاولى ثانوي بالنسبه للتطوير يعني والقصه, تمام, انت شايفه الصوره ايه في دقيقه كده؟ بالنسبه لايه بالظبط؟ بالنسبه لاستخدام التابلت والحادث. طبعا التابلت يعني انا كنت اوريدي عملت اصلا موضوع بخصوص القصه دي في استخدام التكنولوجي, و ازاي ان احنا ممكن نحول البرامج اللي بيستخدمها الطلبه دلوقتي فور فن, برامج مشهوره جدا الطلبه بيستخدموها عشان يعملوا بيها فيديوهات فاني كده وحاجات, ازاي نحولها لايديوكيشنال بروجرامز او ابلكيشنز, ازاي ان احنا نستغل الابلكيشنز دي في انها تكون ابلكيشنز تساعده في انه يتعلم, لانه احنا بنشوف دلوقتي انه كل الستودنتس اللي موجودين في الوقت الحالي بنسميهم تكنولوجي نيتيف, يعني انت مولود بتكنولوجيا في ايدك, بتستخدم التكنولوجي احسن مني واحسن من الاجيال السابقه, ودي الحاجه اللي بتلفت نظرك. يعني انا غيرت قوي قوي من بعض الجيمز اللي الستودنتس بيحبوا انهم يلعبوا بيها ويقضوا ساعات كتيره جدا جدا, واكيد انتوا عارفين اساميها, ولكن بيلاقوا صعوبه وساعات بيبقوا شويه حاسين بتقل انهم يمسكوا كتاب ويقعدوا يقروا ويذاكروا والكلام ده كله. فطبعا لما احنا نستخدم الحاجة اللي الطلبة او الاجيال كلها بتبقى حاسة بمتعة فيها زي التابلت فور اكزامبل, من وانتوا قد كده وانتوا بتحبوا تمسكوه تلعبوا بيه, وهو ده التول اللي انتوا بتلاقوا نفسكوا فيها اكتر من انكم تقعدوا مثلا تلعبوا بالمكعبات زي ما كنا بنلعب زمان او الكلام ده كله, ده شيء ذكي جدا ان احنا نستغله انه يكون هو وسيلة للتعليم. لو احنا طبعا يعني استقرينا وصبرنا وطبقنا كويس جدا, أيوة, هنلاقي انه التبعيات بتاعته هتبقى رائعة جدا. يس, يبقى احنا مشتركين في الرأي مس ايمان ان احنا كمقدمي اللغة الانجليزية اهو, احنا بنؤيد تماما وبمنتهى القوة للدكتور طارق شوقي في استخدام التكنولوجي, وزي ما سيادته قال ان دي مجرد وسيلة, لكن احنا كمعلمين بندي في الفصل, فاحنا متأكدين تماما شكل السؤال فعلا اتغير, والطالب بدأ يعتمد على فعلا الفهم, تمام, وليس الحفظ والاستذكار, وده اكيد الجيل ده اللي هو بدأ بيه كده بكرة وبعده هيعرفوا قيمة الشيء ده ويعرفوا انهم اتعلموا صح. احنا كنا بنطلع قوالب جامدة بقى, قوالب ثابتة كله زي بعضه بالظبط, اللي قاعد حفظ اكتر هو اللي بيبقى كويس, ما ينفعش. صح. لا احنا معلش بقى يعني احنا مضطرين نقول الكلام ده, ان احنا يعني عذر لاولياء الامور بقى بتدخلوا في حاجات ما تفهموهاش, لان اولياء الامور يعني كل حد, ناس كتير جدا طبعا, مش بقول الكل, الاغلبيه ناس بتدخل في حاجات كده ما تعرفش ايه يعني تعليم, ولا درس تربيه ولا شاف اي الحاجات دي كلها خالص, لكن هو الفكره طبعا كل واحد بيدور على مصلحه ابنه, ابنك او بنتك صغير, مش معناه ان هو قال لك لا انا مش عارف ايه ما ذاكرتش يبقى معناه ان هو صح ويبقى الوزير مثلا او الوزاره خطا. لا, الوزاره بالتاكيد جيش كامل بيتحاول يطور من البلد عشان نوصل فكل شيء طبعا, زي ما اعترضوا قبل كده على البوكلت مثلا, والنهارده بقى البوكلت شيء كويس جدا جدا. فلا, احنا ان شاء الله ندعم وبشده الوزاره في تطبيق التجربه بتاعتنا, احنا كنا اصلا خارج التصنيف العالمي مش نخسر حاجه, لكن كل شيء عايز تجربه, فاحنا التجربه ان شاء الله اكيد يقينا باذن الله مع الوقت والصبر وكلنا نتشارك في انجاحها هنوصل كلنا لمرحله باذن الله هتبقى بلدنا افضل من خلق, طبعا عن طريق خلق اجيال كويسه جدا قادره على استيعاب التكنولوجيا في كل مكان في العالم وتقدر تطبقها بشكل كويس جدا, وبلدنا ترتفع ان شاء الله وتبقى كويسه. وطبعا مرة تانية كل الدعم لطلابنا بتوع أولى ثانوي, ويتمهلوا بس شوية ويستنوا الوزارة. عايزة أقول حاجة تانية مستر محمد, ثواني أنت حضرتك سرتها ومهمة جدا, وهي طريقة السؤال. إحنا بنغير لحاجة اسمها critical thinking.
critical thinking اللي هو التفكير الناقد. الأول زي ما قال مستر محمد كان بنوزع مذكرات كده المدرسين وكله يحفظ نفس الحاجة بنفس الإجابة, which is طبعا ما بيبنيش أصلا العقل بتاعك بأي شيء. critical thinking دي طريقة محتاجة طريقة مختلفة في التدريس, محتاجة ان انت تعتمد على نفسك أكتر, تشوف فيديوهات في بنك المعرفة مثلا وتبني الايديز أو الأفكار عن طريق نفسك. كل ده حاجات يمكن عايز أقول إنه اليابان مثلا, أمريكا شافت التطور بتاعها تم إزاي وإزاي قدروا يخلقوا عقول جامدة جدا كده, لقوا إن هي غيرت طريقة تعليمها للcritical thinking ودخلته أو دمجته جوه التدريس. فلما أمريكا شافت ده هي نفسها ابتدت تتبعه وتدخله في النظريات التربوية بتاعتها. فإذا في نظريات تربوية معينة بنكون احنا على علم بيها ممكن الناس العادية ما تبقاش عارفاها, وبالتالي بنطبقها في المناهج الحديثة, واكيد طبعا النتيجة هتبان مع ان شاء الله. بالظبط طبعا اكيد, ولكن محتاجة مننا صبر وتضافر كل الجهود. طبعا يعني معلش احنا كنا طرقنا الموضوع ده, لكن احنا كان لازم نقول كده ونبين برضو دورنا. احنا شاكرين جدا لمس ايمان لمجهودك معنا النهاردة, وthanks to all the people behind the camera and to all of you our viewers. Next time with the story inshallah, or our novel The Prisoner of Zenda. Till that time, good luck and goodbye.